كابول، هل الغداء جاهز؟ يا إلهي، ما الذي يحدث هنا؟ كابول أين ذهب؟ ألم يكن من المفروض أن نجهز الغداء؟ من الأفضل أن تكون حذرا. أنت به إلى ظهرك. هيا. لماذا تفعل بي هكذا؟ بل أنت ماذا تفعل هنا؟ من طلب منك أن تخرب المطبخ؟ أين الغداء؟ لقد نسيت. لا تفعل ذلك. ما الذي تتحدث عنه؟ أتساءل كيف تفعل هذا بي؟ كعمول، أنت تثير اشمئزازي دائما. أعتقد أنني سأهرب لفترة منك. أريد أن أرتاح من مشاهدتك لفترة من الزمن. تهرب؟ نعم. إلى أين؟ ليس من شأنك أين سأهرب. سأذهب أنا ومشاكس لمكوثي في مزرعة رامي لبعض الوقت، وأريد منك أن تحافظ على البيت كما هو حتى نعود. أجل يا كعبول، حافظ على البيت كما هو. حاضر، من اللطيف جدا أن تغرب عن وجهي. هيا بنا، هيا. طبعا، هيا. وداعا. إلى أين سيذهبان يا كعبول؟ سيهربان. عبقرين سيهرب؟ يريدان الابتعاد عني قليلا. لابد أنك أفسدت شيئا ثانيا. إلى أين سيذهبان يا كعبول؟ إلى مزرعة رامي كما قالوا. قلت مزرعة رامي؟ لطيف جدا، سيذهبان إلى مزرعة. هناك الكثير من الأبقار، كما أن الهواء هناك عليل ونقي، ويوجد لحم وحليب. لحم وحليب؟ يمكنك أن تشرب وتأكل كما تريد. يمكن أن نأكل ونشرب كما نريد. يا ليتني أذهب هناك. ويمكنك ركوب الخيل. الخيل؟ وأنا أحب ركوب الخيل أيضا. لماذا لا نذهب نحن أيضا إلى مزرعة رامي؟ أحب هذه الفكرة. يمكننا أن نسأل الشرطي، فهو مجاز ويريد الذهاب إلى مكان ما. هذه مصادفة رائعة. وأنا سأذهب. لا لا، لا يمكنك أن تذهب. لقد ذهب عبقرين إلى المزرعة لأنه يريد أن يبتعد عنك. ولكني إن ذهبت إليه فسأفعل كل ما يطلبه مني. حقا؟ ورد. لماذا لم تأخذ كعبول معك يا عبقرينو؟ لم أعد أهتم بأمره أبدا. عبقرينو، انتظر. ما هذا؟ هذه نديرة كعبول ورفيعة يلحقون بنا. احذر. هل أنت بخير يا عبقرينو؟ ألم تصب بأذى؟ نعم، إني بخير، ولكن الدراجة تحطمت. لا 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 لا، هذه لا تفيد، لا تفيد. كعبول، لماذا لحقت بي ولم تبقى في البيت؟ هذه غلطتك. كيف ستصلح ما حدث؟ ها؟ سيفعل كعبول أي شيء تطلبه منه يا عبقرينو. لهذا السبب أخذناه معنا. هل هذا صحيح؟ نعم عبقرينو. إني أشك في هذا. ماذا؟ توقف كعبول. هيا بنا نذهب. ولكن ماذا عن الدراجة؟ اذهب معنا في السيارة. أعتقد أن عددنا كبير. نعم، إننا كذلك، وهذا يحدث دائما. انظروا، ها هي المزرعة. لماذا لا يحدث هذا إلا لي؟ هل أصبت يا كعبول؟ نعم. هذا أنت يا عبقرينو؟ رامي، كيف حالك يا عبقرينو؟ كيف حالك أنت؟ شكرا جزيلا لأنك سمحت لنا أن نمكث معك. ما عليكم إلا أن تشعروا كأنكم في بيتكم يا عبقرينو. مرحبا يا نادين، وهشام والسيد رفيع ومشاكس والشرطي، هل أنتم جميعا هنا؟ نعم، نحن سعداء بلقائك. نعم، شكرا لك. وأنا أيضا، هل تعرف ذلك؟ كعبول، هل ستبقى أنت أيضا؟ أجل، ويقول إنه سيفعل كل ما سأطلبه منه، إنه مطيع جدا. هل تحتاج للمساعدة؟ نعم نعم، لدينا نقص في عدد الرعاة، تساعدنا في ذلك. أنا لم أحضر إلى هنا لأعمل، بل لآكل الكثير من الجبن واللحم. ماذا تقول؟ يجب أن تعمل قبل ذلك. لماذا؟ يجب أن تبدأ حالا، مفهوم؟ حاضر. لماذا؟
لماذا يجب أن أعمل هكذا أنا وحدي؟ أحسنت يا كعبول، فأنت تعمل بجد في هذا العمل. مشاكس، لماذا تقاطعني أثناء العمل؟ أنا لا أعيق عملك يا كعبول، بل أزيده. ماذا؟ انتظر، سأمسك بك. أنا هنا كعبول. إن القش مهم جدا في عملك، مفهوم؟ كيف ستعوض كل هذا؟ أريد منك أن تنقل كل هذا القش إلى الحظيرة وأن تنظف المكان، مفهوم؟ حاضر. كان لذيذا جدا. أين كعبون ومشاكس يا عبقرينهم؟ لا أعرف بالضبط، ربما يلعبان في الخارج. هذا صحيح، إنهما لا يعملان بجد. رامي؟ كعبول؟ مشاكس؟ إنهما لا يعملان، انظروا، إنهما متعبان جدا. إنه لذيذ، أليس كذلك كعبول؟ أريد منك أن تذهب للنوم فورا. إنني أحب النوم. إن الوقت مبكر جدا. ومع ذلك يجب أن نعمل. يريد منا أن نطعم كل الأبقار هنا. ولكننا لم نتناول الإفطار بعد. بدأت أشعر بالجوع. لا تقل هذا يا مشاكس، وأنا أيضا أشعر بالجوع. كل هذا بسببك يا كعبول، أنت لا تفهم شيئا. ماذا؟ ماذا تفعلان هنا؟ هذا ليس للعب، إنه غذاء المواشي. إن لم تعمل بجد فلن تتناول طعام الإفطار. أطعم المواشي وقدم لهم الطعام ثم غير القش. هيا هيا. حاضر. سأموت. وأنا أيضا. هذا ليس عدلا، فنحن نعمل كثيرا ونتعب كثيرا. كعبول، علينا أن نساعد على ترويض هذه الجهات. نعم، هذا هو عملنا. وأنا أريد أن أعمل أيضا يا رامي. نعم، وأنا آسف، ولكن هذا هو كل ما لدينا الآن، كل ما لدينا. هذا حصان أبيض. إنه رائع، أريد أن أركب ذلك الحصان. هيا كعبون، استطاعت. هيا هيا. هل أنت متأكد أنه لا مانع لديك؟ سنرى مدى براعتهما، هذا أشرس حصان لدينا هنا. حسنا، أنا أول من يركب هذا الحصان. أنا ما ظننته، سأحاول أنا الآن. تريد مني أن أخترع آلة تدريب لكي لا تسقط على الحصان؟ أرجوك، أريد أن أتمكن من ركوب ذلك الحصان. وأنا أيضا. حسنا، دع الأمر لي. ماذا؟ مضحك. هناك مغناطيس يعمل بالبطارية في الداخل لكي تبقى ملتصقا بالسرج الحديدي. ما عليك إلا أن تتبع تعليماتي. هذا الجهاز يغنيك عن مسك اللجام، ستتعودان عليه بعد تجربته بوقت. حسنا، سنذهب الآن لمشاهدة مهارة رعاة البقر في المزرعة المجاورة. ها؟ أتمنى لكم حظا سعيدا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هيا نشغل. هل انتهى الأمر الآن؟ لم أرى حصاناً بمثل هذه الشراسة. حذرهما كعبون ومشاكس. أنتما الفائزان في المسابقة، مبروك، مبروك لكم الفوز. أنا مدين لك كثيرا. لا أبدا، شكرا. هذا رائع رائع. أعطني إياه يا كعبول. هذا لي. هذا لي. كعبول.
لم يكن هذا في حسابي. الآن نضع الهيدروجين السائل. متى سأنتظر وجبتي؟ إنني أتضور جوعا يا عبقرينو. ثم نضع فيه ماء ساخنا لثلاث دقائق. عبقرينو، يا إلهي، إنني أموت جوعا. أنا جائع جدا. عبقرينو، هذا صوت سيدة رفيعة، وهذه الرائحة رائحة أكل. لقد نجوت الآن. نجوت يا كعبو، تعال وتناوله، جاهز للأكل. لذيذ. أعددت هذا لعبقرينو لأهنئه. لا أحد يلمسه قبل جلوسه. كل وأنت من أفهمين. يا للفظاعة، أية تهنئة هذه؟ ها؟ نحتفل اليوم بإنجاز الاختراع الألف للسيد عبقرينو. لن يبقى الطعام ساخنا حتى يكمل عمله. لما لا نأكل قبل فوات الأوان؟ لما القسوة تبا لك. تبا لك عبقرينو. لذيذ. لم ينتهي عملي بعد. هل أجلت تناول الطعام لوقت لاحق؟ كعبول لا يستطيع انتظارا هناك. كعبول. عبقرينو قادم. حسنا هيا نجلس بسرعة. حسنا كن صبورا. هيا نجلس الآن. بالهناء والشفاء. ارفع الغطاء الآن يا عبقرينو. حسنا. مبروك. يا إلهي، ماذا يجري هنا؟ واضح بأنه فارغ. لدي إحساس غريب. ما هذا؟ كعبول. نعم. ألم أطلب منك عدم لمسه أيها الغبي الشرعي الأكول؟ لست أنا. أنت كاذب. هذه القشرة الأخيرة، لا أحتمل هذا. ماذا تعنين؟ دعني أقوده إلى مدرسة تعلمه الأدب والسلوك الحسن. هذا ما يحتاج إليه الكسول الغبي، دائما باستمرار. ماذا؟ مدرسة داخلية؟ لن أهتم بها. اصمت وتعال معي حالا. فكرة لا بأس بها. سأكرس وقتي لعملي أثناء غيابك يا كعبور، رغم أنني سأشتاق إليك. أنا أشفق عليه. أهلا بك سيدتي. ما هذان؟ يبدوان كالدمى. إنها جميلة جدا. طاب يومك سيدة لميس. طاب يومكما رفيع كعبول. أهلا. أهلا سيدي. ضع قدمي كمان، انظر كيف تنحني للأمام. ابقى عينيك بهذه الزاوية. ابتعد عني أرجوكم. بدأ تدريبه منذ اللحظة الأولى. هذا يبشر بالخير. إنهما شديدان. سأنصرف الآن وأنا مطمئنة. اطمئني، سأجعله حسن السلوك حقا يا سيدة رفيعة. شكرا سيدة لميس. سأحتمل أي شيء طالما هذه الجميلة مغلمتي. يبدو الوقت ثمينا. جميل. كعبول، الذكي لا يلمس كل ما يراه. أفهمت يا كعبول؟ ها؟ آسف. يتم الاعتذار بطريقة مناسبة. ها؟ ضع قدميك معا عند مستوى هذه الزاوية. آسف. جيد يا كعبول، جيد. هذه قسوة ولا أستطيع الاحتمال. آسف يا سيدي، لا تستطيع الدخول. من هنا؟ لقنه درسا قاسيا. حاضر سيدتي. ماذا ستفعلان؟ النجدة. قل إنه منعش حينما تستحن يا سيد كعبول. قل إنه منعش. هذا درسك الثاني يا كعبول، أفهمت؟ حسنا. هلا بدأنا؟ طبعا. لا تقل طبعا.
نعم سيدتي، لا شيء مستحيل طالما أحاول. افعل كل شيء مثلي تماما، أفهم؟ نعم سيدتي، حاضر حاضر. حسنا إذن. أنا أنا مرهق جدا. حسنا، هذا كل شيء إلى اليوم. هذا أحد احتمالي. درس آخر. هكذا تأوي إلى نومك. استعد للنوم سيد كعبول. آمين. نتمنى لك نوما هنيئا سيدي. طابت ليلتك. ماذا بك يا عبقرينو؟ أفكر في أحوالك عبول، مر أسبوع على غيابي. لا تقلق على شيء، إنها مؤهلة لتعليم الناس. لدي أحساس بوقوع شيء ما. ها؟ قد يكون كعبول. كعبول جاء. أنا كعبول، هل تسمح لي بالدخول سيد عبقرينو؟ هل قلت سيد عبقرينو؟ كعبول، هل أنت مريض؟ لا سيدي، ولدت من جديد. ولدت من جديد؟ انظر إلى كعبول. صباح الخير سيدتي، كيف حالك؟ اعتذر عن أي إزعاج، أشعر كأني ولدت من جديد. شكرا لك يا سيدة رفيعة. يسعدني قولك هذا. أنا فخور بهذا الجمال الرائع يا سيدتي. يا أهل التهذيب، لا أصدق ما يحدث. هل أنت كعبول حقا؟ لا سيدي لا. ما الأمر يا كعبول؟ أضبط اللوحة. تبدو متعبا سيدي، هل تستريح الآن؟ لا أحتاج للراحة، لم ينتهي عملي بعد. دعني أتولى ذلك عنك من فضلك. ماذا؟ كعبول يساعدني؟ هل أنا في حلم؟ أنت محظوظ يا عبقرينو، أنا مطمئنة الآن. كعبول تابع ذلك. حاضر. أستأذن بالانصراف الآن. المعذرة، أرجوك الانتباه لنفسك. تفضلي سيدتي. هذا لطف منك، شكرا. أشعر أن شيئا سيئا سيحدث. سيد عبقرينو، هل أنظف الغرفة قبل أن تبدأ عملك؟ كن حذراً يا كعبول، أطفئه فوراً، لا لا يا سيدي، لا أحتمل رؤية سيدي يعمل بغرفة كلها فوضى، يجب أن أوفر لك الراحة. كن حذراً يا كعبول، هذه ليست آلة تنظيف عادية. لا تقل ذلك، لابد أنها أعظم اختراعاتك يا سيد عبقرينو. نعم فهي أعظم اختراع لي حتى الآن. نشغلها هكذا إذن. بالضبط. هذا رائع رائع. أعتقد ذلك أيضا، بهذه لم يعد التنظيف يعتبر عملا مرهقا. أنت مخترع رائع يا سيد عبقرينو. نعم نعم. شكرا. هل الاختراع كالعادة رائع في الدقائق الأولى فقط؟ هذا شيء يجعلك تبدو مخترعا رائعا. العبقري يخترع المشاكل فقط، هذا عبقرينه دائما. لا تفعل هذا، توقف يا كعبول، توقف. لك على صواب. توقف يا كعبول، توقف. أوقف آلة الشفط، أوقفها. أحاول ذلك لكن آلة تصميمها ممتاز. أوقفها. ماذا يجري في الخارج يا ترى؟ له لهذا السبب سمي غريب الأطوار. كعبول عاد لطبيعته بعد الصدمة. احتفالا بتخرج كعبول. هذا لذيذ.
التحول جيد، لكن التحول المضاعف ليس جيدا. لكن هذا شيء طبيعي. كعبول نهم جدا حتى يبقى كما هو. صحيح صحيح صحيح. هكذا يجب أن يكون الحال دائما. الطقس بارد جدا هذا الصباح. يا إلهي، الثلج يغطي البيت كله. يا إلهي ما العمل؟ كابول، انهض كابول، الثلج يغطي كل شيء. هل قلت الثلج؟ يمكنك أن تخرج من الطابق الثاني. هذا رائع رائع جميل. لم يسبق وأنت ساقطت علينا الثلوج بهذه الكمية. يا سلام، منظر ما هذا؟ النجدة النجدة. لا بد وأنني على مستوى سطح الأرض الآن. يجب أن أجد مخرجا. أين المخرج؟ أين المخرج؟ مخرج 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 مخرج. هذا بيتي، لقد حطمته الثلوج. كابول، أنا جاكس. جاكس؟ لماذا دخلت إلى بيتي دون إذن؟ ها؟ لماذا؟ لم أرى مثل هذا الثلج. بالمناسبة، كيف سنخرج من هنا يا كابول؟ جئنا من هناك، لذا فما علينا إلا أن نعود على ما أظن. لنتصرف كالخلد ونجرف الثلج من طريقنا. هيا. منظر رائع، ما كل هذا الثلج؟ أين أنا يا عبقرينا؟ كابول ومشاكس، لقد غرق بالثلج. كابول، إلى اليمين، إلى اليمين، إلى اليمين خليلا. لا 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 لا، ارجع يا كابول. يا حرس كابول. يجب أن أفكر باختراع جديد لإنقاذهم. حيثما تسير في المدينة فإن كل ما تجده هو الثلج، ثلج ثلج ثلج. أيها المشاهدون، تم إزالة الثلوج من الشارع المقابل لمبنى البلدية، أما البناية الأخرى في الشارع فما تزال مغمورة تحت الثلوج. ثلج ثلج، يا له من ثلج ثلج. رائع هذا الثلج. أرجو المعذرة، يبدو أن آلة التصوير لدينا قد تعطلت. أرجو المعذرة، سنعاود البث بعد قليل. لقد وصلت أخيرا، يجب أن نفعل شيئا بخصوص هذا الثلج يا عبقرينو. هذا بيت نادين. نادين! نعم يا كابول، هذا لطيف. تعالي والقي نظرة، تعالي. لقد قمت بعمل رائع. هذا هو بيت عبقرينو، وتلك هي السيدة رفيعة هناك، كما أن ذلك النفق يؤدي إلى بيتي. انظري جيدا، انظري. أشعر أنه ليس هناك ما يقلقني. أفتح الطريق، أفتح الطريق. لن أتحرك. لقد أغلق نفقي. هذا النفق هو لاستخدام الجميع. لنرى إن كان بوسنا أن نصنع رجل ثلج في الخارج. في الخارج؟ كيف؟ هذه مشكلة. فعلا هذا صحيح هشام. كابول، إنه رائع جدا. لدينا حلبة تزلج رائعة جدا. إن الثلج يفيدنا أحيانا، أليس كذلك؟ رجل ثلج. لا، عفوا. كابول، ألا يوجد لكل شارع إشارات ضوئية؟ ومن يبالي عبقرينو؟
أعتقد أن علينا أن نعمل معا لنحل هذه المشكلة. يجب أن يبذل كل منا جهده. كعول، السيدة رفيعة ونادين، هيا نبدأ الآن. فلنصطر خليلا، ها؟ لقد سدت جميع المسارب والأنفاق. ولكن كيف سأصل إلى بيتي؟ وأنا أيضا. أنا منسحب. يبدو أن تعاوننا هنا لا يجدي. أشعر أني سأتجمد من البرد. سأرفعه قليلا. بدأت أشعر بالدفء. عاد المطر يسقط. لا، حريق حريق، إن بيت عبود يحترق. يا إلهي، النجدة 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 النجدة. ما الأمر يا مشاكس؟ تكلم، إن بيتك يحترق. يا إلهي، ماء الدخان. ماذا ستفعل؟ من هنا يا هشام، من هنا. النجدة تبا لي، كنت أغرق في الثلج. ظننت أني سأموت. أشعر بالارتياح في الخارج. يجب أن نفعل شيئا مجديا بهذا الخصوص. إن مجرد إزالة الثلج لا يفيد يا عبقرينو. سنبتل جميعا عندما يذوب الثلج. ليت أن الثلج دافئ، إنه بارد جدا. ثلج دافئ؟ لقد خطرت ببالي فكرة. ما هي يا عبقرينو؟ إن عقلي متميز جدا. عندي طريقة في جرف الثلج تستحق جائزة نوبل. حسنا، هذا هو الجهاز، لنشغل. إن الثلج يدخل فيه، انظر. هل ستعمل جيداً؟ إنها آلة لجرف الثلج عبقرينو. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يوجد داخل هذه الآلة جهاز لتسخين الثلج، يذيبه فوراً، وعند تشغيل هذا يتبخر الثلج الذائب ويعود إلى الجو، وهكذا يتحول الثلج الثقيل إلى هواء خفيف ودافئ. هل فهمتم جميعاً؟ رائع، أنت مخترع عبقري. أنا لا أفهم ذلك، ولكني أؤيد فكرة التخلص من الثلج. شكرا شكرا. كعبول، تمسك به وأبقيه عاليا. حاضر. استمر يا كعبول. حاضر. نستطيع أن نرتاح الآن. نعم، إن الثلج جميل، ولكنه يزعج عندما يكون كثيرا، أليس كذلك؟ لا تقلقي يا نادين، سأعود حالا. لدي الكثير من رجال الثلج هنا. رائع. هشام. لقد انتهيت من عملي تقريبا. إني أقدر لك هذا يا كعبول، لولا مساعدتك لما سارت الأمور على ما يرام أبدا. دعني أقول لك إني أقدر لك اختراعك هذا. يسرني أنك تتفهم هذا يا كعبول. شكرا لك. شكرا. وكذلك ملابسي أيضا. نادين، انظري هنا، إنه مبتل، أليس كذلك؟ إنها كالنافورة. أعتقد أن هذا بسبب البخار. ما الذي يحدث؟
إذا رجل الثلج يطفو هناك. ما كابو الأنظر هناك. أوقفوا يا عبقرينه. ها هل من المشكلة؟ الثلج ثانيتان. عاد كل شيء كما كان عليه. الثلج يسقط. رائع، يمكنني أن أصنع المزيد من رجال الثلج. والآن مع النشط الجوية، يتوقع أن يكون الجو مشمسا في معظم أنحاء المناطق، وسرعان ما سيذوب الثلج. هكذا شهد الصحن الطائر في المنطقة لمرات عديدة، وبدت الجهات المختصة في بحث مسألة الصحون الطائرة التي تغزو كوكبنا هذه الأيام. ها انظروا، صحن طائر في الصحراء الشمالية، معناه وجود مخلوقات فضائية على الأرض. لن أجلس هنا مكتوف اليدين. ما هذا؟ كنت أشاهد حلما رائعا. هذا ليس وقت الأحلام كعبول، سننصرف. هل اختبرت هذه يا عبقرينو؟ لا عليك، سنختبرها الآن. أنا لن أذهب إذن. كعبول، الطائرة مليئة بطعامك المفضل. طعام طعام، سأذهب إذن. هكذا لا يغريك إلا الطعام يا كعبول. هيا ندخل الآن يا كعبول، هيا. مخلوق فضائي. ما أمركما؟ هذا أنت يا مشاكس؟ هيا بنا يا عبقرينو. يجب أن لا تدخل دون إذن مني، هل فهمت؟ آسف، هذا شيء مثير. لتكن مصادفة جميلة، لما لا تنضم إلينا في رحلتنا؟ للبحث عن مخلوق فضائي، أرحب بذلك، أحبه. مرحبا سيد عبقرينو. سيد رفيعة، أهلا أهلا. سنذهب لشاطئ ميامي اليوم، هل انضممت إلينا؟ أنا والشرطي ذاهباني أيضا. أحب ذلك. آسف يا سيدتي، لكننا خارجان لإنجاز شيء مهم، لذا لن نرافقكم اليوم. يا للأسف. إلى اللقاء. وداعا. 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 إلى اللقاء، رافقتكم السلامة. إلى اللقاء. لقد نجحنا، انطلقت المركبة. هذا فارغ، أين طعامي؟ آسف، إنه في معدتي. لا توقف، هذا ليس وقت الشجار. بالأسفل يا أعصار. ماذا قلت؟ يجب أن نبتعد عن عبقرينو. أعرف أعرف، لكن مخبط التحكم يتحرك. إيه هذا السبب رفضت ركوب طائرة بالية كهذه؟ سنصل الشاطئ قريبا. للأسف لم يستطيعا مرافقتنا. صحيح، أردت عرض ثوب سباحة الجديد ومهارتي في قطع المسافات. هرمان، لابد أنها صحراء النوبة. إذن هل قطعنا كل هذه المسافة وبهذه السرعة؟ نعم، ونحن محظوظون، وسنكون محظوظين أكثر إذا صادفنا مخلوقات فضائية. عبقرينو، أين الطائرة؟ هل تحطمت؟ لا توجد أشياء تدهش الناس هنا، ما رأيك؟ لا أظن الفرص كثيرة هنا، إنها قليلة جدا جدا. نحتاج فقط لفكرة جديدة، ما رأيكم؟ يجب أن نبتدع مفاجأة وإلا طردنا من البرنامج.
رائع جدا، هيا رائع. اسمعوا، رأيت أشخاصا يجتمعون حول هرمنا. ماذا؟ أليس صغيرا بحيث نعتبره هرما؟ لابد أنه مرشد لسفينة المخلوقات الفضائية. هناك بعض الحمقى، يجب أن نراقبهم لنرى ماذا سيفعلون. على فكرة لقد جعت كثيرا. ماذا فعل؟ هذا بناء هش وليس هرما. مخلوقات الفضاء تستخدم الورق والخشب مثلنا. إنهم غريب الأطوار، لم يعرفونا بعد. حسنا، هيا نجرب فيهم ألعابنا. هي أخيرا. ما هذا؟ قد يكون ودودين، لكن هذه الأداة ستخيفهم عند الضرورة فقط. عبقرينو، كيف تعمل هذه الآلة يا تورا؟ ستعمل عند الضرورة. قف قف قف. سنقيم أبا الهول أثناء الليل ونجعله يشبه الكلب الغبي، ما رأيكم؟ ونحن بحاجة لمخلوق فضائي. لقد وصلنا الآن، سنمضي الليلة هنا حتى نصبح في الصباح الباكر. ما هذا؟ إنه أبو الهول. ولكن من أين جاء؟ ألا يشبهني؟ إنه يشبهني كثيرا. انظر، انظر إليه وانظر إلي. لابد أنها مخلوقات فضائية وتريد الاتصال بنا. رائع رائع، ولكنني جائع جدا. حظما. الماء يندفع. هذه أنبوبة ماء وليست عظمة يا كعبول. لماذا تمديدات المياه في الصخرة؟ أظن هذا من فعل المخلوقات الفضائية. ها؟ فهمت. سعيدنا الالتقاء بك. عبقرين، اذهب وكلمهم. يسعدنا الالتقاء بكم. مرحبا بكم على الارض. انا عبقرين المخترع، هذا كعبول، هذا مشاكس. لم أرى بحياتي أكثر منهم سذاجة. أهلا بكم، يسرني التعرف عليكم جميعا. أحب الإجازات. إني أتلهف على السباحة جدا. محطة تلفزيونية تصور هناك. فريق برنامج مفاجأة الكاميرا. من هم ضحاياهم اليوم يا ترى؟ من؟ هيا نلقي نظرة. جيد، فنحن نخدعهم حقا. هلا. من اي كوكب انتم؟ ها؟ عبقرين ومشاكس وكعبود. ماذا؟ يسعدنا التعرف عليكم. وهذا يشرفنا ايضا، يشرفنا. عبقرين، نحن مشهورون الان. طبعا طبعا يا كعبود. سيدة رفيعة. أدين وسيدة رفيعة. وهشام الشرطي. ماذا تفعلون هنا يا عبقرينو؟
بل أنتم ماذا تفعلون في صحراء النوبة هنا؟ ما الذي جاء بكم ها؟ ما الذي تتحدث عن؟ هذه ميامي. ميامي؟ ماذا؟ لقد أفسدت البرنامج كله. لا يمكن تغيير النسخة. لم أقصد ذلك، أنا آسفة جدا. ماذا تقصد البرنامج؟ من هؤلاء إذن ها؟ جهاز الرقابة المخلوقات الفضائية إذا طولت الفترة. كابول كابول كابول، سترافقني إلى الغابات لهذا اليوم. نعم إلى الغابات، ذهبت بالأمس لمراقبة الطيور وهي كثيرة. ما هذا الصوت؟ أظن أنه صادر من هنا، لألقي نظرة علي. هذا غريب، إنها شاحنة. لوحة بيكاسو، ما الذي جاء بها إلى هنا يا ترى؟ رأيت لوحات لمشاهير الرسامين وأظنها مسروقة يا كعبول. قرأت في الصحيفة عن سرقة لوحات من المتحف الدولي، ظننت أنه مكان اختباء اللص. وهل تريد التحقيق؟ طبعا. يجب أن لا نهدر الوقت وسنمضي للغابات فورا. رائع رائع، هذا أقوى سلاح عندي، هيا ننطلق يا كعبول ندخل. يا للجمال. نادين، هل ستذهبين لمخيم دون دعوتنا؟ لن تفعل ذلك، خذنا معك. سأجهز نفسي بسرعة. هي هذه ليست رحلة كشفية بل مهمة خطيرة. لا فائدة من الشرح، لا فائدة. نأسف للتأخير، هيا ننطلق. التجهيزات رائعة هنا، وكأنها صممت لتناسبنا. سنقضي وقتا رائعا في العراء. شكرا على دعوتك لنا يا عبقرينو. اهلا وسهلا بكم، هيا بنا. هل نسيت امر اللوحات؟ كابول خذ هذه معك. حاضر. هذه حقيبة تجسس اخترعتها لك، احملها معك دائما. ها، وخذ هذا معك أيضا، هذا يتصل بجهازي حتى تتصل بي بانتظام. إياك أن تسيء استعماله يا كعبول. حسنا سأنطلق الآن. أهلا يا كعبول، هذه تظهرك كمحقق حقيقي يا كعبول. حقا؟ نعم حقيقة يا كعبول. هل أبدو محققا جميلا؟ إلى اللقاء. له من ساذج. صحيح، سأتخطى السياج أولا. يجب أن أقفز. يوجد حارس في الساحة. ماذا قلت؟ حارس؟ سيشاهدوني بأية لحظة. حسنا، قف أمام السياج كعبول ولا تدع أحدا يراك. ها، هل فهمت؟ حاضر 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 يا عبقرينو. افعل ذلك، افعل كما أطلب منك، نفذ الأوامر فورا. سأقف كما طلب. سأنفذ ما قاله عبقرينو. أبوك. أظن أني سمعت شيئا. هذه لم تكن في الحسبان. ما هذا يا عبقرينو؟ ماذا فعلت بي؟ سأرى ماذا لدي هنا. هذه إذن. شيء ما يحدث هنا. ما هذا؟ إنه قادم نحوي. هذه هي النهاية. كمون تعال إلى هنا. ما الأمر؟ الزعيم يريدك. حسنا أنا قادم.
هذا يقضي علي. ليس من شيء هنا. حسنا سأنظر في الطابق الثاني. هذه هي اللوحات الشهيرة المسروقة. يبدو لي أن أحدا بالداخل. حسنا لدي أداة رائعة. سنرى ماذا على الشاشة. عن ماذا يتحدثون يا ترى؟ سأجعلها قريبا منهم. سوف نخرجها الليلة وبسرعة. سنبيعها بأسعار مرتفعة في السوق. سنصبح أثرياء. إنهم لصوص. نعم لصوص. يجب أن أخبر عبقرين بذلك. هل أعتمد عليكما؟ بالتأكيد. تبا لك. ما هذا؟ أحمل مخازن مخدرا تحسبا لوضع كهذا. كان الجان خطأ. أصبت بالنعاس. ما هذا؟ يبدو حيوانا محنطا. يره من دب غبي. من سرقه؟ إنه لا يساوي فلسا نلقي به في النفاية. هيا. لقد تأخر كعبول. ماذا يفعل حتى هذا الوقت؟ إنه جاهز تقريبا. ما فائدة إشعال النار هكذا؟ سوف نشعر أعداءنا بوجودنا. أطفيها فورا. لن نستسيغ الشاي بلا ماء ساخن. نادين محقة. حسنا لم يتصل بي كعبول، لذا سألقي نظرة عليه. نذهب معه. كعبول هل تسمعني؟ كعبول سأدخل البيت، أحتاج شيئا أقف عليه. هل انحنيت يا سيدتي؟ يا لفظاظتك، كيف تدوسني؟ أنا سيدة محترمة. هذه حقارة. هذا الآن يكفي. هذا ما حسبته. إنكم تثيرون الريبة. ماذا تفعلون هنا؟ ماذا تقصد؟ أنتم من يثير الريبة. هذا صحيح. ماذا تقول؟ هون عليك، هون عليك يا سيدي، نحن لا نثير الريبة أبدا. اسمت. اسمت. لم تكن الخطة هكذا يا عبقرينو. نعم لم تكن كذلك. امرأة تانية تثيران الريبة. على كل هذه ليست هي النهاية. حمقى. هل هم لصوص لوحات حقا يا عبقرينو؟ نعم أنا متأكد. كل الأعمال الفنية هنا إذن؟ نعم، أعمال الفنانين رينوار وبلياس وبيكاسو ودافنشي. كيف سنخرج من هذا المكان يا عبقرينو؟ كعبول هنا وغير مقيد. سأحاول الاتصال به وطلب مساعدته. لا عليكم لا تخافوا. كعبول أجب لي. كعبول أجب يا كعبول. إنه معطل. شخص قادم. لقد نمت جيدا. أين أنا؟ أين اللصوص؟ يجب أن أخبر عبقرينو. كعبول نعم أين أنت؟ نعم عبقرينو أسمعك جيدا. هل أنت بخير كعبول؟ نعم بخير. أين أنت؟ نحن سجناء في منزل اللصوص. تعال وساعدنا على الخروج. كيف أفعل ذلك؟ قد السيارة نحو البيت. ألم أخبرك بأنه أقوى أسلحتي يا كعبول؟ هيا أسلحة. تعال بسرعة وسأشرح لك. تعال وأنقذنا. حسنا سأحاول. ها أنا قادم يا عبقرينو. لقد وصلت الآن. ماذا سأفعل الآن؟ اضغط على الزر الأزرق فقط. الزر الأزرق؟ ما هذا؟ هاكم أيها الأوغاد، ها هو الزر. رائع يا عبقرينو، رائع، ممتاز. إنه إنسان آلي. إنجاز سهل هذا. يجب أن نستخدم هذا. إنه يحق. لم يتأثر. اهربوا. لن تهربوا، سأرميكم في الزيت. انتظروا. ما رأيكم بهذا؟ شاحنتكم هذه المرة. حسنا. انتظروا.
وما رأيكم بهذا أيضا؟ ما رأيكم بهذا؟ شاحنتكم هذه المرة. ما رأيكم بهذه أيضا؟ آسف سيدي، سنعيد اللوحات. في الحقيقة لم أفعل شيئا، كل الفضل كعبول. أين كعبول؟ لقد نسيناه. لماذا لا تنزل كعبول؟ كيف أنزل؟ كيف أنزل؟ فعلا نسيت وضع مخرج. اقفز من النافذة يا كعبول، اقفز. ماذا؟ لا، سأذهب للبيت بهذا. توقف يا كعبول. ماذا يجري هنا؟ سيقيمون السر السحري، أليس كذلك؟ يبدو مسليا بالنسبة لي، سأذهب لألقي نظرة. لابد أن هذه المعدات اللازمة للاستعراض. توجد نوع كثيرة هنا. هذه قبعة حريرية، سأجربها علي. أشعر الآن وكأني ساحر. سيداتي سادتي، أهلا بكم في برنامج السحري. سنرى الآن واحدة من أكثر الأعمال السحرية روعة في العالم. عندما أضع هذا المنديل في هذه القبعة سترون حمامة صغيرة تخرج من. انظروا، واحد، اثنان، ثلاثة. لقد حدث ذلك فعلا. سأقوم في الفقرة التالية بتحريك هذا الحبل دون أن ألمسه. انظروا. ليس هكذا. ابتعد عني النجدة، النجدة. مرحبا، ما أمرك؟ من أنت؟ أنا الساحر. يبدو أن لديك مواهب في السحر، ما رأيك أن تكون مساعدي؟ أنا مساعدك؟ نعم هذا صحيح، وإلا سيلتف الحبل عليك، أرأيت؟ حسناً سأكون ساعدك، حسناً. واحد، اثنان، ثلاثة. ظننت أنني سأموت. يجب ألا تفكر بالهرب لأن الحبل سيلحق بك حيثما تذهب. حسناً هون عليك، حسناً. هشام، اهلا بك. اريد منك خدمة. نعم، ما هي؟ خذني الى الاستعراض السحري الذي يقام في الحديقة. استعراض سحري في الحديقة؟ لقد رأيت اعلانا عنه في صحيفة اليوم. ارجوك يا عبقرينو، ان السحر الذي يقدمه هؤلاء الناس لا يروق لي لانه ليس علميا ابدا. انه لا بأس بالنسبة لي، واختي تريد الذهاب ايضا. هل ستذهب نادين ايضا الى الاستعراض؟ وأنا أريد أن أذهب، فالسحر أمر يسليني. لا بأس، إنها طريقة لإضاعة الوقت. هيا بنا. هاي، أنت رجل لطيف. سيدتي وسادتي، أهلا بكم في استعراضي السحري. إن فقرة اليوم الخاصة والتي سنقدمها لكم بعد سنين من الأبحاث هي ولادة القط الأسود. والآن واحد، اثنان، ثلاثة. أرجو أن تصفقوا كثيرا عندما يظهر القط الأسود. فوكس 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 فوكس. كثيراً. على فكرة لم أراه منذ وقت طويل.
حسنا هذا غير مدهش بعد. هوكس بوكس، عندما أعشو هذه ثانية هوكس بوكس. نادين، أليس هذا هو مشاكس؟ يبدو مثله بالنسبة لي. لم أكن أعرف أنه يعمل مساعدا للساحر. مشاكس، إنه لم يأكل شيئا منذ فترة لذلك فهو جائع، أليس كذلك مشاكس؟ نعم سيدي، أظن شجعان. حسنا سأخرج لك طعامك المفضل من هذه القبعة هوكس بوكس. الآن عليك أن تحصل على طعامك بنفسك، هيا. لك من أحمق، لماذا لم تدخل أنت أيضا؟ هل تريد مني أن أشوي السمكة؟ يا إلهي ما هذا الطرف؟ حسنا انتظر لحظة. هوكس بوكس 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 بوكس. لقد أسأت العمل، سوف يشوى القط أيضا، ماذا نفعل؟ هل سيشوي مشاكس؟ يا للمشاكس المسكين، سأذهب لأساعده الآن. كافول لا تخلق، لابد وأنها خدعة. أرى أن بعضكم قد بكى على القط المسكين. حسنا حسنا سوف أعيد القط الآن. هوكس 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 هوكس. عبقرينو، كيف حدث وأن مشاكس لم يمت حرقا؟ هناك خدعة داخل الإناء يا هشام، لا عليك. أية خدعة؟ في قعر الإناء توجد مروحة تدفع الدخان وأجزاء من ورق السلفان إلى الأعلى لتخرج من الوعاء، ثم يسطع الضوء الأحمر عليها. هذا كل ما في الأمر هشام، قلت لك إنها خدعة رخيصة وتافهة. أين كعبول؟ أين هو؟ هذا صحيح، لا بد وأنه يهدر وقته في مكان ما. دعونا منه ولنذهب لنأكل شيئا ما. رائع رائع، شكرا قرينو. مشاكس أنت صديقي، فهلا قلت شيئا حسنا عني؟ ولكنك سمين جدا ولا تستطيع أن تتحرك بسرعة مثلي. أرجوك يا مشاكس، إني أحب السحر منذ الصغر، ويمكنك أن تأخذ عظمة مني أرجوك. ما الذي يجري هنا؟ هل هذا صديق لك؟ ها؟ هذا كعبول، يقول إنه يريد القيام بأعمال سحرية. أرجوك. فهمت كعبول، هناك بعض الأعمال السحرية التي تناسبك. حسنا لنبدأ بالتدريب حالا. شكرا لك يا سيدي. أين كعبول هذا الكلب الكسول؟ إنه لم يقم بأعمال التنظيف مؤخراً. أين هو؟ صورة كعبول؟ إن ذلك الأحمق يساعد في الاستعراض السحري. حسناً سأذهب لألقي نظرة على أي حال لأرى ما هو. سنبدأ اليوم بعمل سحر جديد، ودعوني أقدم لكم نجم الاستعراض كعبول. كعبول سأبدأ أولا بفقرة الخناجر. اذهب وقف هناك عند الحائط كعبول. لم نتفق على هذا مطلقا. ما عليك إلا أن تقف هناك، كما أنني لا أضمن لك حياتك أن تحرك. مفهوم؟ لنبدأ الآن. ها هو، قلت لك لا تتحرك يا كعبول. أنا منسحب. لا يمكنك ذلك، فأنت مساعد الآن. عليك الآن أن تدخل في الصندوق يا كعبول. سأكون بخير. بالطبع، ما عليك إلا أن تفعل كما اتفقنا. لا يرحم، يوجد ثقب هنا لا أستطيع الاختباء. ممتاز، أنا سعيد جدا.
والآن سأطعنه بهذا السيف. هيا كابول. هذا كابول، لقد سقط هناك. حسنا سأرفع. انتظر كابول، انتظر. لا عليك. لا أريد أن أنزل إلى الأسفل. والآن سنقوم بدفعه إلى الخارج. هل سيخرج حيا أم ميتا يا ترى؟ هوكس بوكس، هوكس بوكس، اخرج يا كابول، اخرج يا كابول، اخرج. هوكس بوكس. ماذا تفعل؟ ليس هذا ما قلته لك؟ من انت يا سيدي؟ كان عليك ان تجعل هذا الكلب الغبي يقوم بهذه الحركه. انه مسخط جدا. استغلال في غير محله. ألا تستطيع أن تفعل شيئا أفضل من هذا؟ تبا لك من مخادع، تبا لك. إني أكره السحر. قد دست أنفي. انظر أمامك. إنه خطأك يا كلب القذر، ما كان يجب أن تنام هنا، أفهمت؟ أنا لست كلبا قذرا، اسمي كعبول وأعمل عند عبقرين، أفهمت؟ لابد أنك كلب عبقرين مدلل. لا، أنا الذي أعتري بعبقرينه. ومن أنت؟ هل جئت من أجل عمل مع عبقرينه؟ هل ستعمل مع صديقي؟ هذا صحيح، هذا هو سبب قدومي. هل لي أن أرى سيدك الآن؟ قل لي. سررت برؤيتك يا سيداني، اهلا وسهلا. اهلا بك. شكرا لك يا سيد عبقرين، شكرا لك. انت مشهور في العالم وشخصيتك وصلت كل الاقطار، وانا معجب بك كثيرا يا سيد عبقرين، معجب. سيد هاري، اخجلت تواضعي. انهم يقولون ان روح توماس اديسون تجسدت فيك. اني اتشرف كثيرا بمقابلتك، يسعدني ان اكون تلميذك يا سيدي. هذا لا يعجبني ابدا. هذه مجرد هدية بسيطة لك. ما هي ها؟ أريدك أن تعتبرها رمزا لصداقتنا. هذه رائعة، مجموعة من الأدوات من أفخر الأنواع. وأنا ماذا عني أنا؟ بالطبع، وهذه لك. يا هذا ما أريده، هذا ما أحبه. شكرا جزيلا، شكرا. أريد أن أشكرك على هذه الهدية يا سيد هاني. بالمناسبة، ما الذي جئت للمقابلة من أجلها؟ لقد اخترعت شيئا ما، وكنت أتساءل إن كان يهمك. هذا ما تسميه جهاز إرسال. نعم، هذا صحيح. هذا رائع، هل أنت الذي اخترعتها؟ أجل يا سيدي، ولكنه بحاجة للمزيد من الاختبار، وكنت أتساءل إن كان بوسعك أن تساعدني. ما رأيك؟ أساعدك بماذا؟ حسنا، إن بيتي ضيق جدا لشيء كهذا، وأريد أن أستخدم هذا المختبر لكي يتمكن من بناء آلة كبيرة. هذا شأن بسيط. آلة كبيرة تقدر أن تقذف بجسم البشري إلى مكان بعيد. شكرا لك، شكرا لك. طبعا، إن كانت هذه الغرفة تروح لك يمكنك أن تستخدمها كما يحلو لك. أشعر أن شرا سيحدث. ما الذي تقوله؟ هذا اختراع عظيم يا كابول. حسنا يا سيد هاني، يمكنك أن تبدأ حالا. شكرا لك يا سيد عبقرين، شكرا لك. هل أنت هنا يا عبقرين؟ آسف، إنه ليس في البيت الآن، ذهب للتسوق. ولكننا نسمع صوته في المختبر. أنت تكذب يا كعبول، أليس كذلك؟ لا، إنه ضيفنا المؤقت السيد هاني. هاني؟ لأنه عبقرين. هيا بنا يا نديل. لا تدخل، لا تدخل، إنه مشغول جدا. هل أنت هنا يا عبقرين؟ أجل. أهلا، هل تريدان شيئا؟ شابة جميلة وامرأة أنيقة، هل من خدمة أستطيع أن أقدمها لكما؟ ها قولا، ما تأمران؟ اسمي نادين، سررت بالتعرف عليك يا سيد هاني. وأنا اسمي رفيعة. من أجل ماذا تحملان هذه الأشياء ها؟ لقد تعطل هذا المكوى، وكذلك مكنستي. بوسعي عمل ذلك. ما أمرهما؟ ماذا يريدان؟
مرحبا سيد هاني، كيف تسير أمورك؟ كل شيء يسير على ما يرام، لقد أنجزت العمل كاملا، ما رأيك؟ ما هذا؟ يبدو غريب الشكل. عندما أنجز هذه الآلة أريد منك أن تجعل كعبول يساعدني من فضلك، ما رأيك؟ بالطبع طبعا لك هذا. هل تمزح؟ لا أريد أن أكون حقل تجارب، لا أريد أن أموت. كعبول ستكون أول كلب تقذف به آلة إلى مكان بعيد. ولكن مرحبا، ما رأيك بتناول الكعب؟ ها أنا؟ لأنه لي. إنه لك يا سيد هاني. ما رأيك بتناول بعض الحساء؟ هذا لنا هذه المرة. لا إنه لهاني. نادين، هذا كعك ممتاز، تطلبون أن يتذوق. سأجعلني تذوق كعكتي. علقت به. لا نعشق نسيم وليس مثلي. حسنا، إنها جاهزة الآن، لم يبقى إلا أن أخضعها للاختبار وفيها كعبول. إن استطعت أن أقذفه من البيت بهذه سيكون من السهل علي التعاون مع الباقي. فهمت. نعم هذا رائع، لقد قمت بعمل رائع. عبقرينو، هل ستعمل هذه الآلة؟ لم يبقى إلا أن أربط بها بعض الأسلاك. هل تعني أنها ليست جاهزة بعد؟ هناك بعض النقص في الأسلاك، هل تستطيع أن تذهب لتشتري بعضا منها يا سيد عبقرينو؟ بكل سرور، دع هذا الأمر لي. شكرا لك، شكرا لك. سأذهب للنوم. إنه بعيد عن البيت، المشكلة هي كيف أغرر به. دع هذا الأمر لي يا سيد هاني. من أنت؟ أنا مشاكس، وقد جئت لأساعدك كي تطرد الكلب. حقا؟ لنبدأ حالا، هيا هيا. عظمة، بأنها من عظمة. إنها لي. بالمناسبة يقول هاني إن وسعك أن تأخذ بعض العظام. حقا؟ سيد هاني، أين العظمة التي لي؟ ها؟ أهلا كابول، إنها في ذلك الكيس هناك. وجدتها. لماذا تغلق الباب يا سيد هاني؟ لا تقلق، إننا نقوم ببعض الاختبارات الآن. ولكنك لم تقل ذلك. كان ذلك مجرد عذر لكي أبعد عبقرينو عنك. هذا صحيح، إنه سيء جدا. توقف، أخرجني من هنا من فضلك. افتح الباب أرجوك، افتح الباب. ليس هناك ما يدعو للقلق يا كابول، إنها مجرد صدمة بسيطة فقط. لنبدأ. لقد تحول جزء من العظمة. أخرجني من هنا بسرعة، لقد تم فشل الاختبار. مستحيل، لنحاول مرة أخرى، هيا لنبدأ. إنها تجربة ناجحة. أعتقد ذلك. أرجوك. لم يكن لدينا ما يكفي من الطاقة. حسنا، سنعيدها الآن. لن أفشل هذه المرة. هذا شعر كعبول، أليس كذلك؟ لا، سأحاول ثانية. توقف، يجب أن ننجح في أقصى طاقة، هيا بنا. أشعر بالشفقة عليه، لماذا لا نتوقف الآن؟ هيا. ماذا تقول؟ قلت إنك تريد المساعدة على طرده من البيت. حسنا، سأقذف بك بعيدا إلى آخر العالم مع كعبول، فهمت؟ أخرجني، النجدة. حسنا، يبدو أنه الوقت المناسب الآن. النجدة، النجدة. كل ما علي عمله الآن هو أن أدخل المكان المقصود في الكمبيوتر. أخرجني يا سيد النجدة. سوف تنطلقون إلى جزيرة ناية في جنوب المحيط الهندي. لقد نجحت، كانت تجربة عظيمة، إنني سعيد. ما الذي يضحكك سيدي؟ نعم سيدي. أرجو أن يكون هذا كافيا. نعم إنه يكفي، أشكرك يا سيد عبقرينو. لا 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 لا، هاني بارع في إصلاح الآلات.
أنتما كعبول ومشاكس؟ نعم هذا مشاكس. كعبول إنه هو. إن جهاز الإرسال غير ناجح. ما الذي تتحدثان عنه؟ هل كنتما تبحثان عن طعام هنا؟ أنتما طمعان جدا. هل تريدان أن أخبر عبقرينا بذلك؟ عبقرينا؟ هذا متقن الصنع يا سيد هاني. ماذا تفعل يا رجل ها؟ هذه النهاية يا عبقرين، وهذا البيت لي أنا وحدي. ماذا فعلت بكابول؟ لابد أنهما في مكان ما على الجزيرة، فلقد قذفت بهما منذ فترة وجيزة. هل هذا صحيح؟ يجب أن تأخذ عقابك. نعم. أرجوك توقف. يجب أن تأخذ عقابك هنا. انتظر يا كعبول، يجب أن تخرجني أولا. هيا. صحيح. تبا لك، هل هذا جزاء الإحسان ها؟ كان هدفه أن يأخذ البيت منا. هيا بنا لنرسله إلى جزيرة نائية. هيا بنا يا عبقرينو. إن هذه الآلة معطلة، لنرى إن كان بوسعكما حقا عمل ذلك. حسنا سنرى. لنبدأ. ذلك رائعا. انظر لقد اختفى. هذا صحيح. اين انا يا الهي؟ النجدة انقذونا. هذا رائع، الكلب الخارق يا سلام. كابول تشاهد التلفزيون ها؟ إنه الكلب الخارق. أنا أيضا أحبه، لكنه يختلف كثيرا عنك. هذه وقاحة منك، ليتني أستطيع أن أطير مثله. عندئذ سأكون بارعا مثله. هذا مستحيل. لا، قد يكون ذلك ممكن. ماذا تقصد بذلك؟ لقد اخترعت شرابا يزيد من قوتك 10 أضعاف، وربما حتى أكثر. حقا؟ قد تتمكن ايضا من الطيران في الهواء. ارجوك يا عبقرينو، حولي الى كلب خارق. اعتقد ان الامر يستحق المحاولة. هذا هو الشراب الذي كنت اتحدث عنه، انه شراب يقوي العضلات ويجدد النشاط. يبدو غير صاف، ما هو هذا؟ تأخذ اولا شيئا من الاعشاب الصينية والبصل والثوم والفلفل الاخضر الى اخره، ثم تقوم بغليه لمئات الساعات، ثم تضع عليه صفار البصل. حسنا يكفي هذا، لا تقل المزيد. ان اردت ان تصبح كلبا خارقا فما عليك الا ان تشربه. حسنا سافعل. كيف تشعر؟ لا ادري. ستشعر بشيء فورا. هذه عباءة نفاثة لك، اضغط على الزر الايسر لترتفع الى الارض، والزر الايمن لتهبط الى الارض. هل فهمت هذا؟ شكرا جزيلا عبقرينو. كابول لقد اصبحت خالقا. شكرا. ساحاول ان اطير. يجب ان اضغط على الزر الايسر. نفاثة جيدة. يا عبقرينو، سأذهب لأرى ماذا يحدث في العالم. انزل. ضع هذا القناع قبل أن تذهب. ولماذا؟ يجب أن يبقى الكلب الخارق متنكرا، لأنه لا يريد أن يتفاخر بأعماله الخيرة. هل تتذكر هذا؟ شكرا شكرا عبقرينو. حسنا إني ذاهب الآن يا عبقرينو. حظا سعيدا. إني أسير بسرعة كبيرة. يا إلهي نادين. انتظري يا نادين. هل أنت بخير؟ شكرا جزيلا لك. هل بتعرفي علي؟ ها أنا أعني الكلب الخارق. نعم هذا هو اسمي. هل تقصد الكلب الخارق الذي نشاهده على شاشة التلفزيون؟ لا، هذا ابن عمي، أما أنا فاسمي دبدوب الخارق. إني مدينة لك بالكثير، فلقد أنقذت حياتي. إن دبدوب الخارق سمين بالمقارنة مع الكلب الخارق، ولكنه لطيف. شكرا لك، والآن يجب علي أن أذهب. انتظر انتظر. فارق الذهب.
كنت أريد أن أشكره أكثر. إنه شعور جيد أن تساعد شخص ما. أشعر وكأني الكلب الخارق الحقيقي الآن. سأرى إن كان هناك شخص يريد المساعدة. إنه يتطلب الكثير من الجهد. سميت ستأخذ مكافأة جيدة على أي حال. أي النجدة. هناك مشكلة. شكرا جزيلا لك. هذا كعبول؟ أنت الكلب الخارق؟ لا، إنه ابن عمي، أما أنا دبدوب الخارق. لقد أنقذت حياتي، إني عاجزة عن شكرك. شكرا شكرا. لا تقلقي، يجب أن أذهب الآن. إلى اللقاء. وداعا. إلى اللقاء. إنه لطيف جدا. فهمت، إنه يسمي نفسه دبدوب الخارق. يبدو أنه أحمق. لا، لقد كان لطيفا جدا. ما الأمر؟ كنا نتحدث عن دبدوب الخارق. إن كل البلدة تتحدث عنه. هل هو لطيف لهذا الحد؟ إنه يختلف عنك كثيرا يا كعبول، فهو شجاع ذكي وقوي. إنه بطل المفضل. وأنا أيضا، لقد أعددت له هذا الطعام، أرجو أن يعجبه. هاي، هل ستعطيانه هذا كله؟ نعم، إن يبحث عنه. ولكنه ليس هناك. أنا آسف، أخفيت عنكما سرا. لا عليك كعبول، لا عليك. إنه لم يأتي منذ وقت طويل. بالتأكيد أشعر بالخزي. لا عليك، الجميع يعجبون بالكلب الخارق لأن أحدا لا يعرف حقيقته، وعليك أن تكون مثله غامضا. أنا لا أحب الإعجاب، أحب العظم واللحم. يا لخيبة الأمل، لقد تناولت اليوم الكثير من الطعام وسأشتري لك المزيد. حقا؟ سأذهب إلى المتجر وأريد منك أن تعتني بالبيت. ها، إلى اللقاء. إني جائع جدا ولا أستطيع الانتظار حتى يعود، سأتناوله ساخنا. كعبول، إن المتجر يحترق. ماذا تقول؟ هل أنت متأكد من ذلك؟ نعم، نادين والسيدة رفيعة هناك. تم إخلاء الجميع. هناك أناس عرفوا على الصوت. إن النيران تصعد للأعلى. الجو حارا. تمسك بي جيدا، تمسك. عبقرينا أوفر. إنه دبدوب خارق. هل أنتم جميعا هنا؟ أنقذنا أرجوك. تمسكوا بي جيدا، تمسكوا. إني أخترق. شكرا جزيلا لك. قبل حياتي مرتين، أريد أن أدعوك لتناول العشاء في بيتي ذات يوم، هل ستأتي؟ ستأتي إلى بيتي أنا أولا. هذا أمر مربك. كعبول، أعني أيها الكلب الخارق، يحسن بك أن تسرع. ماذا؟ يجب أن تذهب لتفقد الحريق، وإلا سينتشر في كافة أنحاء البلدة. بسرعة، هيا. هذا صحيح، ولكن كيف؟ كيف؟ أصغي إلي، هذا هو كيس خارق، إنه آخر اختراعاتي، عليك أن تنشره وأن تضع ماء فيه، وسيصبح أكبر وأكبر، ولن يتمزق أبدا. تريد مني أن أضع فيه أكبر كمية من الطعام؟ لا، بل ستطير إلى البحيرة وتملأه بالماء، ثم تصبه على الحريق. حسنا، سأفعل. هذه هي البحيرة. يجب أن أعود حالا. هيا بسرعة، اسكب الماء على الحريق. هيا هيا. هذا جيد، حاول مرة أخرى، حاول. حاضر.
لقد نجحت. شكرا جزيلا لك، لقد أخمدت الحريق نهائيا. شكرا. عفوا سيد. يسرني أنك نجحت. هل لي بشطائر اللحم الآن؟ إني أمزح. والآن وداعا، إلى اللقاء. أه مأروعة، ماذا سأفعل الآن؟ هل تم إخماد الحريق الآن؟ أنت دائما متأخر يا كعبول. نعم، إنك تختلف كثيرا عن الكلب الخارق. إن جاء إلى بيتي فسأعد له الطعام اللذيذ والكعك والدجاج المشوي. حقا لا أستطيع الانتظار أكثر. اسمعوني جميعا، أنا هو الكلب الخارق. لا يا كعبول، لا لا أصدق ذلك. أستطيع أن أثبت ذلك. هل تريدون رؤية ذلك؟ انظروا كيف أستطيع أن أحمله وأرفع. لا يا كعبول توقف، إنه أمر بسيط جدا بالنسبة لي لأني الكلب الخارق. انظروا، سأرفعه الآن مرة أخرى. كعبول، إن فور الشراب الذي تناولته لا يدوم إلا لنصف يوم فقط وقد انتهى الآن. انتهى يا كعبول. ماذا تقول؟ ما أنت إلا كعبول الأحمق ولست بكلب خارق. نعم، في الكلب الخارق ليس بهذه الحماقة. صدقوني أرجوكم، أنا هو الكلب الخارق. أنا لا أصدق. ولا أنا أيضا. قل شيئا يا عبقرينا. أنا آسف يا كعبول، عليك أن تحتمل ذلك. لا، أنا الكلب الخارق، أنا الكلب الخارق، أنا الخارق، نعم الخارق 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 الخارق. نعم كعبول، لقد كسرت فنجاني المفضل، أليس كذلك؟ ها؟ لا أعرف، انكسر بالصدفة. ماذا تعني بالصدفة؟ لدي بعض الإثباتات. إثباتات؟ تعال معي إلى مختبري، هيا. انظر إلى هذا. لقد انتهيت من غزلهم الآن وتقوم بعمل كومة منهم. متى أخذت هذه الصورة؟ لا يهم متى، لدي المزيد منها. انظر. حسنا، ما رأيك بهذا؟ ها أنت تسرق الطعام، ولقد أبدلت اللحم المخصص لك بقطعة أخرى لأنك تريد الأكبر. كيف فعلت هذا؟ أجبني يا عبقرينو. حسنا، لقد كنت أراقبك بكاميرا فيديو. كاميرا فيديو؟ نعم، أكبر اختراعاتي لهذا القرن، إنها كاميرا تنقل الأخبار. كاميرا تنقل الأخبار؟ انظر، انظر كعبول. إنه صغير جدا لكنه مدهش. دعني أخبرك إنك تستحق جائزة نوبل. نوعا ما، لا تحاول أن تجاملني بهذه الطريقة يا كعبول، ستأخذ نصف المرتبات التي تحصل عليها الأسبوع القادم لقاء ما فعلته بفنجاني. ها حسن، هذا خبز من يا كعبول. اتبع حمية جيدة، أبعد قدميك عني. لقد طارت. لا، اذهب اذهب وعدها كعبول، لا تزال بحاجة الى الكثير من التجارب. هيا عدها. هيا، لن تنفذ عقابك. سأعطيك مكافأة اذا عدتها لي. هيا يا كعبول. دع الامر لي فقط يا عبقرينو. ماذا تفعل يا كعبول؟ احاول الامساك بهذه. لابد انها حشرة نادرة. نعم انها كذلك. انتظري، سامسك بها. توقف يا كعبول. انتظري. أنا آسف يا سعيدة رفيعة، تبنك لقد هربت. هذه صور؟ أصبت، هذه الصور التي تبصرها الكاميرا، لابد أنها في مكان ما في المدينة. سأذهب لأحضرها. انتظر يا كعبول، خذ هذا معك. ما هذا يا عبقري؟ هل هذا نموذج لشريط التسجيل؟ لا، إنه مرسل مستقبل. تتحرك الكاميرا بينما تجلس أمام هذه الشاشة وترى الكاميرا بدون صعوبة. حسنا، رأيتها. إني قادم. دعني أشرح لك أيها الضابط. هل تسمعني يا قرينو؟ لقد أضعت الكاميرا. أوه، يا لها من غابة الكثيفة.
كعبول إنها في الغابة، ادخل الغابة الآن، هيا للغابة. الغابة؟ هل هناك مكان مثل هذا في المدينة يا ترى؟ لا يهمني أين يكون، قلت لك في الغابة، إذن اذهب الغابة. غوريلا، فهمت، ما اعتقدت انه غوريلا، هو انف الغوريلا. كابول انها حديقة حيوان، اذهب الى حديقة الحيوان. هيا. حسنا حسنا. لا استطيع ان اجد شيئا يا عبقرين. اوه جبل الثلج. كابول اذهب الى جبل الثلج. ولكن هل لديه مكان مثل هذا؟ ها هو، لا تتحرك يا كعبول. لقد أضعتها ثانية. فهمت أنها قطعة من البورة. لقد أفسدتها، أنا آسف. ماذا تفعل بحق السماء؟ كعبول أسرع، هيا إنها تهرب، إنها غابة بالتأكيد. انظر إلى ذلك كعبول. كعبول، أي جزء من المدينة هو يا ترى؟ هذه ليست غابة، إنها نباتات مزروعة في أوعية. نعم. ماذا تفعل؟ أنا آسف. تبدو مثل الصحراء أو التلال. أتسمعني يا عبقرين؟ أنا كعبول، لقد أضعتها، أنا كعبول. هناك شيء على الشاشة الآن، ولكن أجد صعوبة في معرفة ما هو. أتدري ما هو يا كعبول؟ إنه خبز. خبز. أسرع إلى أقرب مخبز يا كعبول، هيا. مخبز؟ ها هو، لقد وجدته. خبز. خبز. أنت وقف عن ذلك. إني آسف، يمكنك أن ترسل الفاتورة إلى عبقرين. انتظري. ما هذا؟ أرقام ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ما لا أفهم ما هذا. قد تكون ساعة، قد تكون ساعة أحدهم. ما رأيك كعبول؟ هل هذه ساعة؟ إنك لا تعرف شيئا. إني أمر بوقت صعب هنا يا عبقرين. حسنا أخطي هذه المرة. لماذا أغاني؟ لا يمكنني أن أجلس هنا وأمر هذا الأحمق بأن يفعل هذه الأشياء، إنها صعبة علي. إنها جميلة جدا، فهمت، إنها في الجبال. ما أشكل هذا. أنا آسف، عبر الطابق التي تعجلت من أمري. ما هذا؟ تبدو علبة المجوهرات. أين هذا يا ترى؟ أين كابول؟ مرحبا كابول، أعتقد أنني رأيت الكاميرا في مكان ما. لا يا عبقرين، إني متعب. لا عليك، إننا ذاهبان على كل حال. إن هذه الكاميرا شيء مميز كابول، لقد وجدت بعض المجوهرات الرائعة. آمل هذا يا صديقي. أعتقد أنها في هذا المكان. ها، ربما كانت هنا أو هناك. أين يا ترى؟ لا أجدها في أي مكان. هل رأيتها فعلا يا عبقرين؟ وهل أنت متأكد؟ حسنا، لننظر إلى جهاز المراقبة. ما هذا؟ نادين؟ إنها نادين. ماذا يحدث هنا يا ترى؟ هذه هي غرفتها يا عبقرين، وليست في الجبال. لقد اعتقدت أن الستائر هي أزهار حقيقية، هذا كل ما في الأمر. على كل حال، نحن نعرف أين الكاميرا الآن، أليس كذلك؟ هيا. يجب أن تعترف بخطئك يا عبقرين، أنت الذي أحضرتني إلى هنا، والاعتراف بالذنب فضيلة. لقد وصلنا. نادين، نادين، افتحي نادين. نعم، ما الأمر؟ كعبول، هيا كعبول إلى غرفتها فورا، هيا. ماذا تفعل برأيك؟ ها هي، ها هي، أمسكها كعبول، أمسك بها. أمسك بها حالا. لا تتنين. كعبول ركز، أعطيني الشبكة.
آسف جدا نديم. وأنا أيضا. لا عذر لكما على إطلاق. ولدكما أن تنظف المنزل. هيا هيا. انتظرا. لن أضيعها هذه المرة. يا قرينو. أنت مريض جدا. ها هي سأمسك بها هذه المرة. أنتما مرة أخرى لن تنجوا مني. آسف. ها هي كاميرتي. يجب أن تتصرف كما يليق بعمرك سيد عبقرينو. يجب أن نمسك بها. هيا بنا. لا تقلق سأفعل هذا. يا لها من قوة. حسنا، كل ما تحتاجون إليه هو التركيز. والآن يمكنكما أن تتفرغا لتنظيف البيوت، أليس كذلك؟ حطمت ثمرة عملي. أعتقد أنها نهاية حسنة، أليس كذلك؟ لقد ضاعت جائزة نوبل كعبول. حسنا، ستنظف بيتي الآن. لا، بيتي أنا. هذا السبب كرهت وسامت ذراعاتك يا عمري. لا تجديد الفشل. للوقوف. اصمت انت يا كعبول، ارجوك يا عبقرينو. حسنا. هل يوجد احد هنا؟ الجو مظلم جدا. لا، مخيف. لنفتح هذا الباب. ليتني أستطيع العيش في مكان جميل كهذا. أشعر وكأني أميرة الآن. اسمعوني جيدا، يجب أن ننسى أمر مبيتي هنا. يقولون إن مصاصي الدماء كانوا يعيشون هنا من قبل. مصاص دماء؟ لسنا هنا لنتحدث عن الأفلام. مصاص دماء؟ ما هو مصاص الدماء؟ إنه أدمي يشبه الخفاش ويمتص الدماء يا كعبول. استمع كعبول، إنه يشبه أي شخص عادي في النهار. وفي الليل يتحول إلى خفاش ويهاجم الناس. ولكن مصاص الدماء لا يحب ضوء الشمس أو الثوم. هذه مجرد خرافة. هل تؤمن بهذه الخرافات يا عبقرينو؟ إن عبقرينو جبان. اسمت، لست مثلك. ثمة إزعاج كثير هناك، لا أستطيع النوم. يبدو لي أن أحدا قد دخل قلعة دون إذن. لا يجب أن نضع نظارتي أولا. لا، إني نائم منذ 100 عام. لا ترقد في الممر أيها الأطفال. ما الأمر كعبول؟ من هذا الرجل؟ لا أدري. من أنت أيها الرجل؟ من أنتم؟ هل أنت صاحب هذا القصر؟ آسفون جدا، لم نطلب الإذن منك. إن بيتك كان مغريا جدا لنا. ما أجملك. لا بأس أرجوك، والحقيقة أنكم على الرحب والسعة. حقا؟ هل ترحب بنا لنمضي الليلة هنا؟ بالطبع، تصرفوا وكأنكم في بيتكم. توجد لديك لوحات رائعة هنا. إنها جميعا للعائلة، إنهم أجدادي. لا بد وأنها عائلة
نعم إنهم جميعا عظماء، إني أحترمهم كثيرا. ليتني أستطيع أن أكون عظيما مثل دراكولا، أعني جدي الأول. نعم هذا يعجبني جدا جدا. لا، إني أسوأ شخص في عائلتي، فأنا أختلف كثيرا عنهم. أرجو منكم المعذرة. نعم، هل أستطيع أن أتناول شيئا من الطعام؟ إني جائع جدا. أرجو أن تعذروني، تفضلوا إلى رتبة الطعام. كم أنا متشوق لمعرفة ماذا سنأكل. هذا كل شيء؟ إني آسف، لقد نسيت شيئا. لنشرب عصير الطماطم هذا. هذه معكرونة مع الثوم. من أين جئت بهذا يا كعبول؟ لقد وضعها كعبول في السيارة. لقد قمت بعمل جيد يا كعبول. تفضل شارينا الطعام. شكرا، إن تناول الثوم أمر يخالف عقيدة العائلة. يا لها من عقيدة غريبة. إنهم لا يعرفون أبدا أنني داكولا. كيف سأهاجم هؤلاء الجهالة؟ أعتقد أن علي أن أنام الآن، ولكن تقاليد عائلتنا تقتضي أن أهاجم كل الذين يمضون الليل هنا. إني في مأزق، أعرف أني أختلف كثيرا عن أسلافي، ولكن ليس من حقي أن أخالف تقاليد عائلتي. حسنا، سأفعل ذلك. أرجوكم يا أجدادي، إني مصمم على ذلك. حتى أني لا أستطيع أن أتحول إلى خفاش. هذه غرفة جميلة، أليس كذلك؟ حسنا، ستكون هذه أول ضحية لليلة. هذه بعوضة، لن أخطئها هذه المرة. ها؟ أيتها المزعجة. يا لها من بعوضة مزعجة، سأستخدم آخر اختراع لي في قتل بعوض. ما هذه الرائحة؟ بدأت أشعر بالدوخان. لا تتحرك كعبول. ما الأمر؟ من أين جئت؟ صباح الخير جميعا. صباح أنت؟ قد تكون لابد أنك رجل خارق. كيف خرجت؟ نعم، يؤسفني جدا أنني لم أخبركم بهذا. فعلا أنت رجل خارق، هذا ما ظننته، أليس كذلك؟ لابد أنك تستطيع القيام بأشياء خارقة. لماذا لا نلتقط بعض الصور يا عبقري؟ هذه فكرة رائعة يا كعبول. أيها السيد، ما رأيك ببعض الصور معا؟ لا 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 لا، أرجوك، إني آسف جدا. حسنا، أنا سألتقط بعض الصور. ابتسم. هيا، 1 2 3. ها؟ كم أنا متشوقة لرؤية الصورة. أرجو المعذرة، لقد تذكرت شيئا مهما. أرجوكم. يا له من أخرق. مهلا، قد يكون دراكولا، فمن المعروف أنه لا يذهب الصور. هل تقصد انه حقيقي؟ ماذا سنفعل الان؟ الشيء الوحيد الذي يجب ان نفعله هو ان نهرب، فلنبقى احياء هنا. لن احتمل هذا الامر. لدي هذه الاله، اجنحه خفاش اليه. لن نستطيع الخروج من هنا يا عبقرينو. يجب أن نفعل شيئاً يا عبقرينو. لا تقلقوا، دراكولا لا يستطيع مقاومة الثوم وأشعة الشمس. هذا صحيح، حتى أنه لم يلمس المعكرونة بالثوم، وإن ضوء الشمس يضايقه. ولكننا في منتصف الليل. سوف ننتظر إذن حتى تشرق الشمس. كعبول، هل بقي لدينا بعض الثوم؟ نعم، لدينا الكثير. حسناً، سأحاول أن أفعل شيئاً بالثوم الذي لدينا لنبقيه بعيداً عنا. وكيف ذلك؟ بعد، فأنا في بداية العمل الآن يا كعبول. ها هو. إيه؟ لن تتمكنوا من الخروج من هنا أحياء. إن هذا الزي يخيف أي شخص، وسيصابون جميعاً بالإغماء الآن. إنه جاهز الآن، لن أدعه يقترب أكثر. خذ. هذا لا يؤثر بي. أخشى أن تكون الرائحة لا تكفي لنخرج منه بعض العصير الآن. ها، لنجربه.
ما رأيك بهذا؟ أحبه الكريه. إننا نصاب بالغثيان. عليكم. لماذا هربتم جميعا وتركتوني هنا وحدي؟ سوف أمتص دماءكم جميعا. إنما ذا قدمي لن يحجبها. ولا دمي، فأنا كبير بالسن، كعبول يسمح لهذا. عن ماذا تتحدثون؟ أرجوك. لقد أشرقت الشمس. مازال حيا، لا أفهم سر هذا. لدينا حساسية شديدة ضد أشعة الشمس. أنت مزيف، أليس كذلك؟ وهذا لا مبرر له. لا أرجوكم دعوني أوضح لكم أولا. بناء على هذا فإنك من نسل إير دراكولا. ولكن يبدو لي أني عاجز، لا أحب الدماء ولست قادرة على التحول إلى خفاش. ولا تستطيع التحول إلى بعوضة. إن البعوضة ضعيفة جدا، مجرد ضربة تميتها بسرعة. لهذا لم تخف من الثوم، كما إن بشرتك سمراء. لهذا السبب أحاول البقاء في البيت عندما تكون الشمس في السماء. إن البشرة السمراء هي موضة هذه الأيام. حقا؟ نعم، هناك جهاز للتشميس في كل مكان. لم أكن أعرف هذا، بدأت أعتقد أنه من الأفضل لي كثيرا أن أعيش كإنسان. نعم، ولطيف أن يكون لي صديق يستطيع التحول إلى بعوضة. أنت محظوظة يا نادين. لكنك عبور غير محظوظ هذه المرة. لن أنسى أبدا ما فعلتم بي، ظننت أني سأموت ولكن لم يأبه بي أحد. لم نقصد أن نفعل بك هذا يا كعبول، سأقدم لك عشاء فاخرا عندما نعود. حقا؟ أريد أصنافا كثيرة. ما رأيك بخمسة أصناف يا كعبول؟ والمزيد. ستة، وأعرف حدك. كعبول، كعبول، هل ذهبت ونظرت في صندوق البريد؟ ها؟ مرة أخرى؟ نعم مرة أخرى، فقط اذهب والقي نظرة. حسنا، سأفعل هذه في المرة الثالثة. لا يوجد شيء. من أنت؟ إنه أنا يا كعبول، لماذا أنت مندهش؟ ها؟ أنت السيدة رفيعة، ولكن لماذا تنظرين في صندوق بريد جارك؟ ها؟ لم يصلني البريد لعدة أيام، وكنت أرى إذا كان هذا هو الحال عندكم أيضا. إن عبقرين يخبرني نفس الشيء. حسنا، لنذهب ونتحدث معه لنرى إذا كان يمكننا أن نفعل شيئا. لا أعتقد أن هذا سيغير شيئا. هذا غريب، غريب جدا. إن الطرد لا يستغرق في العادة أكثر من أسبوع واحد. ألا نستطيع أن نفعل شيئا بشأنه؟ إنها ورطة، لم يصل تقريري إلى المكان المقصود. إن الوضع سيزداد سوءا إذا لم نفعل شيئا. حسنا، سأذهب لأتحدث مع السيد وضاح رئيس مكتب البريد بنفسه. إننا في مشكلة كبيرة يا سيد عبقرينو، لا أعرف السبب، ولكن البريد يزداد بشكل كبير، والمشكلة أن شباب هذه الأيام لا يستطيعون تحمل العمل الشاق لتوصيل البريد فيتركون العمل. حقا أفهم شعورك. هل تقدمني إلى شخص تعتقد أنه مناسب للعمل؟ بالتأكيد، لا يمر لي. لا تقل غلسي. انتظر يا كعبول. حسنا، ما رأيك يا كعبول أن تساعدهم بحمل البريد؟ ولكن لا يوجد لدي خبرة. هذه فكرة ممتازة يا سيد عبقرينو، سمعت أنه في البلاد الشمالية تحمل الكلاب البريد، ما رأيك يا كعبول؟ ها؟ ولكن لم أفعل هذا الشيء من قبل. حسنا يا كعبول، دع الأمر لي، سأصنع لك دراجة نارية خاصة بك. ولكن لا أطلب منك أن تعمل بلا مقابل، سأدفع لك الكثير بالإضافة إلى وجبة يومية. حقا؟ نعم سأفعل ذلك. حسنا، أنت منطلق مرة أخرى، سأعمل على الدراجة البخارية، ولذلك أريدك أن تستمع إلى تعليماته باهتمام قبل أن أعود، تفهم هذا؟ ها؟ حسنا يا كعبول، قد يكون هذا مفاجئا لك، يمكنك أن تسلم هذا إلى خارج المدينة، إنه مستعجل جدا. نعم فهمت. Oh.
أكيد. مرحبا سيدة ريحانة، افتح الباب. لك مريض مستعجل، افتح الباب. اصمت، ألا تستطيع أن تصمت؟ طرقة واحدة على الباب كافية بالنسبة لي، لا أعتقد أن وجهك مألوف لي. أنا كعبول جاء البريد، هذه لك يا سيدتي، تفضلي. هل هذا صحيح؟ كان يجب أن تخبرني بهذا من قبل، إنه من ابن سعيد، أليس كذلك؟ هل توقع لي على هذه البطاقة؟ لحظة، دعني أنهي قراءة هذا أولا. فهمت، لقد مر بكثير من المصاعب، سيرسل لي بعضا من النقود عندما يحصل على زيادة في راتبه. أوه، يا له من اهتمام. لقد تأخرت. هل تسرعين يا سيدة ريحانة؟ أنا في عجلة من أمري، أسرعي. اصبر، سأعود حالا، انتظر يا هذا. ها؟ هذا شيك، أليس كذلك؟ إنها نقود كثيرة، أستطيع شراء ثياب الربيع وبعض من الشراب للعشاء. ولكن ها، حسنا، سأطلب من هذا الجرو خدمة. هيا يا سيدتي. لا تفعل هذا بشكل مفاجئ. إني آسفة. حسنا، على فكرة، هل أطلب منك خدمة؟ ما هي؟ هل يمكنك أن تصرف لي هذا الشيك في البنك؟ أنا؟ إنه بعيد جدا عن المدينة كما تعلم، وأنا أعيش هنا لوحدي، لا أستطيع أن أطلب من أحد غيرك. ولكني موظف. لا تقل هذا، إن الله يجزيك ثوابا إذا ساعدت امرأة عجوز. أعلم، ولكن يجب أن أعود بسرعة. حقا؟ إذا فأنا لن أوقع. ماذا؟ ماذا تقول الآن؟ حسنا، كن حذرا، فالنقود كثيرة. إلى اللقاء يا سيدتي، إلى اللقاء. إنهم كثيرون. ماذا يجرون؟ إن البنك مغلق غدا كما تعلم، سيستغرق الأمر ساعة أو أكثر. ماذا تقول؟ يا له من عمل شاق. لقد تأخر جدا، ماذا حصل؟ لا تقل لي لقد هرب بالنقود. لقد عدت يا سيدتي، إنني متعب جدا. أين كنت؟ لقد تأخرت كثيرا أيها الأحمق. لا تصرخي بي يا سيدتي، ها هي، أرجوك أن توقعي على هذه البطاقة. بالتأكيد، ولكن لحظة. لماذا فعلت هذا؟ لماذا؟ يا لك من كلب صادق، وكنت أفكر بطلب شيء آخر منك. ماذا تريدين هذه المرة؟ أريدك أن تقوم بشراء بعض الأشياء لي. حسنا، لنرى، كيلوغراما من لحم البقر، بصل، جزر، بطاطا، خبز، جبنة، حليب. أيها الأحمق، ما الذي حصل لك؟ كم تحتاج لتسلم رسالة واحدة؟ ها؟ لقد أخبرت، كان علي أن أقوم بالتسوق. لا مزيد من الأعذار، أريدك الآن أن تصنف هذه الرسائل وتوزعها إلى حيث يجب أن تذهب. لا تستطيع أن تذهب إلى البيت حتى تنتهي منها. أتعني كلها؟ أقترح أن تبدأ حالا يا كعبول، هيا ابدأ، هيا. حسنا. لا تقم بدور الأحمق هذه المرة. أعتقد أن انتهيت الآن. أعتقد أنني هل هذا أنت يا كعبول؟ لقد أخبرني عبقرين عنك، إنك تقدم الكثير للمدينة يا كعبول، خدمة رائعة. شكرا يا سيدتي، أنا فقط إنك متواضع جدا بحق نفسك يا كعبول. بالمناسبة، هل يمكنك أن تقدم لي هذه الخدمة مرة أخرى؟ حسنا، إنه من المحرج الاعتراف كما تعلم. لا تقولي لي هذا صحيح يا كعبول، نسيت أن أضع هذا وقمت بوضع مغلف فارغ فقط. ماذا تريدين؟ لا تقلق يا كعبول، سأفعل هذا بنفسي. عن إذنك، سأجدها بسرعة. لحظة واحدة. توقفي، أرجوك، توقفي، أرجوك. وجدتها يا كعبول. حسنا، انتهيت، أعذرني الآن، إلى اللقاء. أفسدت ما فعلت. كعبول، والله من طلب إليك العبث بها، تبا لك. حاضر سيدي، حاضر. انتهي من هذه الرسائل خلال 30 دقيقة، وإلا طردتك من العمل، هل تفهم ذلك؟ هذا آخر انذار لك. ليس خطأي.
تعبول، كيف حاله؟ كيف تسير الأمور؟ من المؤكد أني لست بخير. هذا ما اعتقدته. حسنا، أخيرا أصبحت دراجتك النارية جاهزة. حقا؟ هي. تبدو جيدة، ولكن كيف تعمل بالنسبة للبريد يا صديق المخترع؟ حسنا، هذا بسيط جدا. إنك تخدعني دائما يا عبقرينو بهذه الطريقة. عما تتحدث؟ هذه تحفة رائعة. عندما تضع الرسالة هنا يقرأ الكمبيوتر العنوان واسم المرسل إليه، ويخبر الدراجة بالإسراع إلى المكان المقصود حتى تتمكن اليد الآلية الموجودة هنا من وضع الرسالة في صندوق البريد. مدهش مدهش، دعني أذهب فورا. يجدر بك أن تنطلق كعبول. ها هي حصلا. انتبه لنفسك يا كعبول، أرجو لك التوفيق. أبطرينو، حظا سعيدا لك يا كعبول. لا بد أن يكون هذا حسنا. سأنصحك. أليس هذا رائعا؟ حسنا، الذي يليه الآن يجب أن أنطلق بسرعة. يا إلهي، لم أعرف أبدا أنه يستطيع التسلق إلى هذا الارتفاع. بريد لك يا سيدي. شكرا. حسنا، بقيت رسالة واحدة، والآن سأذهب إلى بيتي. أين أنت يا بيتي؟ لقد عدت بسرعة وأنهيت عملي يا سيد عبقرينو، شكرا على هذا الاختراق. مرحبا عبقرينو. كعبول، أهلا بعودتك. هذه لك يا سيدي. شكرا لك، شكرا. عزيزي السيد المخترع عبقرينو، إني آسف جدا أن أقول لك إن كعبول لا يعتبر كفؤا للوظيفة. شكرا لك لأنك قدمته لنا. المخلص لك وضاح مدير مخبري. ماذا؟ هذا يعني أنني مفصول من عمل الجديد؟ أنا آسف كعبول. لقد بذلت قصارى جهدي. لم تسقط علينا هذه الكمية من الثلج منذ 10 أعوام تقريبا. مهرجان ثلج ومسابقة، يحصل الفائز على 10 كيلوغرامات من اللحم الجيد. رائع. من سيستحق هذا اللحم ثانية؟ أنت ثانية يا كعبول. سيقوم المتسابقون بعمل شيء ما من الثلج تمثال مثلا، وستكون الجائزة من نصيب الفائز. جائزة. عبقرينو، لماذا لا نشترك في هذه المسابقة؟ إن مجرد رجل ثلج لا يجدي. يجب أن تصنع شيئا رائعا حقا، فمثلا يجب أن تخلد مبنى مشهورا على الأقل. ما هو المبنى المشهور جدا؟ برج بيزا المائل في إيطاليا، أو الأهرامات مثلا. حسنا، سأبني أهراما. وأنا أيضا سأذهب لأرى ماذا سأفعل أنا بنفسي. ستكون فكرة جيدة أن أخترع آلة مال كعبول. عبقرينو، هل تستطيع مساعدتي؟ فهذا عمل صعب جدا بالنسبة لي، أرجوك. لا تقلق كعبول، إن كانت لديك هذه الآلة تستطيع أن تصنع أي شيء بنفسك، أي شيء. رائع، أنت مخترع رائع. يسرني أنك تعترف بهذا. تبدو المدينة كلها متحمسة. هل أنت متأكد أنك تستطيع أن تبني تمثالا؟ بالطبع، اعتمد علي يا هشام. هذه قاذفة الثلج صممت لتجمد الرطوبة في الهواء لكي تأخذ ما تريد من الثلج. لنجربها يا كعبول، هيا. ما عليك إلا أن تدوس على الزناد. من قال لك أن تصورها نحوي؟ هيا يا كعبول، أبعد عني. إن الثلج كثيف يا كعبول. انظر، هذه آلة إذابة الثلج صممت لتصدر شعاعا حراريا هكذا بحيث تذيب الثلج بأي شكل تريد. ها؟ هل تستطيع إذا أن تصنع تمثالا يشبهني تماما؟ بالطبع يا هشام، بالطبع. أعطيني كمية من الثلج يا كعبول. بالتأكيد. حسنا، والآن سيظهر التمثال. لا تتحرك يا هشام.
هشام ماذا تفعل؟ سوف يصنع عبقرين تمثال من الثلج. نادين، نادين كم هو لطيف ان نراك هنا. اريدك ان تنظري كيف ساصنع تحفتي. حسنا لنرى. ما اجمله. بالطبع سيكون جميلا. حسنا ها هو. لا لقد مكثت وعدك يا عبقرينو. تمهل تمهل هشام تمهل. ما الامر؟ يا له من تمثال جميل. ستفوز بالمسابقه يا عبقرينو. شكرا سيد رفيع. هل قدمت لي خدمه وصنعت لي تمثالا؟ ماذا، انا اسف جدا، لقد امضيت كثيرا من الوقت في الثلج وانا اشعر بالبرد. لا تتجاهل طلبي هذا ارجوك. أنا سأساعدك. مشاكس، لطيف جدا أنك هنا. سأدع الأمر لك ولكعبول لتصنع تمثالا للسيدة رفيعة. ها؟ انتظر يا عبقرينة. ها؟ إني أعتمد عليكما لصنع التمثال. سأعطيكما مكافأة حسنة، هل توافقون؟ ها؟ ولكني لا أعرف شيئا عن ذلك. لا بأس يا كعبول، دع الأمر لي فأنا فنان. والآن أحضر للثلج. حسنا هيا. هل تعتقد أن هذا مناسب يا كعبول؟ ها؟ أي شيء يناسب. ماذا قلت؟ إنك جميلة. هل يمكننا أن نبدأ؟ انتظر. ها هو. بهذه السرعة؟ قمت بعمل رائع يا مشاكس، إنه نسخة عنها. ما هذا يا مشاكس، إنه يختلف كثيرا. أعتقد أن ساقيها نحيلتين جدا. اسمت، أعطني تلك الآلة الآن. إن كانت ساقي سمينتان هكذا، فإن ساقي نادين هكذا. آه يا إلهي، أعطني تلك الآلة يا مشاكس. إنها يشبهها كثيرا، ولكن أنفها كبير جدا. يا إلهي، لماذا فعلت ذلك؟ العين بالعين والأنف بالأنف. أمر لا مبرر له. ماذا تفعلين؟ سأريكي. لقد جن جنونهما. أنا لا أفهم شعور النساء. لقد سئمت من صنع التماثيل البشرية، سأقوم بعمل تصميم بناء. كعبول، ما الذي تفعله هذه المرة؟ أهلا مشاكس، لطيف منك أن تأتي. سأبني برج بيزا. لن أقوم بأي عمل متعب. سأشاركك بالجائزة إن ربحنا المسابقة، ما رأيك؟ حقا؟ هذا ليس سيئا. هل هذا تصميم لبرج بيزا المائل؟ ولكنه يبدو مرتفعا حتى مع الآلة. سنرى ماذا سنفعل. ما هذا؟ إننا لا نصنع نفقا. أعتذر. ابدأ من جديد. حسنا سأبدأ. يبدو هذا رائعا، لكن خيمته لا تكفي. دعونا نحضر قليلا من الأسفل لنضع شيئا على الخيمة من. حسنا. يبدو أن البرج يهتز. ماذا حصل؟ لا تقلق يا كعبول، سيرتابك نفس الشعور الذي انتابك جاليلو عندما قام بتجربة البنتول على البرج لأول مرة. ما رأيك بهذا؟ كان ذلك سيئا. إنه ليس خطأي. يجب علينا أن ننسى أمر البناء. كعبول يجب ألا تيأس، سنبني هرما كبيرا. سنعمل ثانية. حسنا سأظهر براعتها. كعبول انظر إلى هنا، يوجد داخل الهرم متاهة ويقع قبر فرعون في نهايتها. إنك تحتاج إلى شيء إضافي لتفوز بالجائزة، وأعتقد أن هذا يستحق الفوز بالجائزة الأولى. ها؟ ما هذا يا عبقرينو؟ ألا تعرف هذا يا هشام؟ إنه هرم. هناك متاهة داخلة تؤدي إلى غرفة يقع فيها قبر فرعون.
ستكون الفكرة أفضل لو مكث أحدكم في القبر على أنه توت عنخ آمون. فهمت، هذه فكرة رائعة، لنرى من سيكون مناسبا لهذا. كابول كابول، ما الأمر؟ أريد منك أن تحضر ملابس توت عنخ آمون من المخزن. ولماذا تريد الملابس ها؟ هذا واضح، ستلبسها وستنام في الكفن، فالحرم لا يكون جيدا بدون وجود فرعون فيه، يجب أن يبدو التمثال طبيعيا. هكذا سنفوز بالجائزة واللحم أيضا. ربما، قد يكون الجو باردا هناك، لكننا نعتمد عليه. حسنا، سأذهب للاستعداد. هيا. يبدو أنه من الصعب أن نحدد الفائز، فكل الأعمال تبدو لي جيدة. نعم هذا صحيح يا سيدي. ما هذا الضوء هناك؟ إنه باتجاه بيت عبقرينو. هيا بنا لنلقي نظرة. لم أرى مثل هذا العمل الجميل في حياتي. أعتقد أن هذا العمل سينال الجائزة الأولى. أهلا بك أيها العمدة، هل يعجبك هذا الهرم؟ لقد قمت بعمل جيد يا عبقرينو، إنه رائع. هل سنفوز بالجائزة أيضا؟ ربما، يبدو أن لديك كل الحظ للفوز. لا تنسى حصتي، ما كان بوسعك الفوز دون مساعدتي. بالطبع يا مشاكس. الأمر يتطلب الكثير من الجهد للحراسة. الجو بارد جدا هنا، كيف يمكن نوم هنا؟ هذه البلاد ليست مصر، يجب أن تكون هناك مدفأة على الأقل. أصبح الجو دافئ الآن وبإمكان النوم، يجب أن أنام. بوسعك أن تشترك في الجائزة أنت أيضا يا هشام. أشكرك يا مشاكس، هذا لطف منك. ها؟ لقد اختفى الهرم. حقا؟ أخرج يا عبقرينو، لقد اختفى الهرم. ماذا؟ أين كابول؟ لقد طلبت منه أن يحرسه طيلة الليل. كابول كابول. يا إلهي، لقد خسرنا الجائزة وانتهى كل شيء. ما هذه الفوضى؟ ماذا حدث؟ ما ألذ خد، ضاع طعامي. يحلم أنه يأكل ثانية. هذا أنت يا مشاكس، أعد لي طعامي. ومن يهمه طعامك أيها الكلب الكسول؟ كدت أن آكله. انتظر انتظر. هاي كفوا عن الشجار. آسف عبقرينو، سوف تصاب بالبرد إن أنت هناك. كيف تخاطبني بهذه اللهجة؟ آسف انتظر. يا الحقني. ماذا تفعلان هنا؟ أتلفتما زهوري. سلوككما لا يغتفر، كيف ستعوضان عن هذه الزهور؟ قل لي. أنا آسف سيدة رفيعة، أنا عاجز عن الاعتذار. لم أقصد. هذه المرة يجب أن تدفعا ثمن ما فعلتم. صحيح. حسنا، ما علينا إلا الذهاب لشراء الزهور. سوف نشتري كمية كبيرة من الزهور حتى تبدو الحديقة أجمل. أنا آسفة، لكن لن تعوضني أي زهور أخرى، فالزهور التي أتلفها كعبول قبل قليل هي نتيجة سنين طويلة من العناية. أنت تتحمل مسؤولية كاملة يا عبقرينو. البذور هل ما زالت عندك؟ نعم، لكن هل تنوي أن تزرعها من البداية؟ حسنا، دعيني أرى ماذا يمكن أن أفعل بها. هل تظن أنها ستنجح بالفعل؟ بصراحة إنني أشك في ذلك. نعم، هذه بذور تلك الزهور، هذا كل ما لدينا. حسنا، يجب أن تتأكد من أنها ستزهر. سأفعل ما في وسعي، لكني لست متأكدا.
امزج المحلول مع هذا ثم عبقرينو، ألم يجهز محلولك بعد؟ ها؟ اصبر يا كعبول، فكل تجربة تحتاج وقتا كما تعلم. عبقرينو، أنت تتسرع دائما بإعطاء الوعود، لا تستطيع أن تفسد التجربة، وإلا فإن البذور ستتلف نهائيا كما تعلم، وإذا تلفت البذور سوف تغضب السيد رفيع كما تعلم، أحذرك من ذلك يا عبقرينو. اسكت! لماذا لا تذهب وتؤدي لي شيئا لذيذا آكله بدلا من التدخل في عملي؟ ها هيا. حاضر. لقد صفى تفكيري الآن. عبقرينو جائع وعبقرينو غاضب أيضا. حسنا سأقلبها الآن. يا إلهي، سأصب هذا المحلول فوق البذور وأدعها تمتص السائل الذي يحتوي على السماد. آسف إذا تأخرت عليك يا عبقرينو، أنا آسف. ما الذي حدث لوجهي؟ لا تخف، لا بأس، لقد احمر فجأة. الآن سأدفئها طوال الليل وهكذا تمتص المواد الغذائية. فهمت. لقد احضر البذور يا سيد رفيع. احفر عميقا يا كابول. هل انت متأكد انها ستكبر وتزهر؟ حسنا، انت تعرفين ان بعض التجارب تفشل وبعضها ينجح. ارجو ان تنجح التجربة. في النهاية نضع المحلول المغذي، والان نغطي البذور بالتراب، سوف يساعدها هذا الغطاء على النمو بسرعة. هل تعتقد ان هذا كافي؟ حسنا، نسبة النجاح 50%. سنرى ماذا سيحدث لهذه التجربة، ندعو الله ان تنجح. انظر يا عبقرينو. اذا دعنا نكشف الغطاء الان. يا إلهي، إن هذا تفتح. أنا لا أصدق هذا. يا إلهي، كيف حدث؟ رائع، شيء عجيب، ما أروعها. هذا نجاح باهر أيها العبقري، طفرة عجيبة في عالم الزراعة. إنه يرتقي لمستوى التوقعات بين الحين والآخر. لم أصب بالذهول في حياتي بهذا الشكل من قبل. حسنا، كانت رمية من غير رام. صدقوني. ما رأيك بتناول فنجان شاي؟ فكرة جيدة. حسنا، هيا. اذهب أنت، سأبحث أنا عن شيء لذيذ بنفسي. ليت واحدة من هذه الزهور تتحول إلى حبة طماطم لذيذة. حتى أحضر عصير الطماطم اللذيذ وأشرب منه قدر ما أريد. كف عن أحلام اليقظة، اذهب وأحضر عصير طماطم حقيقي حتى أشاركك فيه. حسنا، دعني أرى ماذا سأفعل. ماذا؟ بذرة واحدة فقط؟ تكفي، هذه سوف تثمر كمية كبيرة من الطماطم. أي محلول يجب أن أستخدم؟ هذه هي المحاليل، وأدفئها طوال الليل. هنا. ليلة واحدة، ألا تستطيع أن تسرع؟ أصبح الدفء كافيا، الآن دعنا نزرعها في الخارج. والآن نصب عليها هذا السائل المغذي المركز، والآن نرى كيف ستنمو. ماذا حدث؟ لقد نمت تلك الزهور وتفتحت بسرعة قبل قليل. ماذا حدث؟ هذا ما ظننته. حسنا، يبدو أنني أبدد وقتي هنا، سوف أذهب للبحث عن شيء أكله بنفسي. كعبول، استخر. صوت شيء ما في الخارج، ما الذي يحدث؟ ماذا؟ يبدو أن هناك حادث سيارة أو ما شابه. عبقرينو استيقظ أرجوك، وأنت يا كعبول استيقظ. هذه نادين، لقد استيقظت. حسنا، نحن قادمون.
ما الذي حدث هنا؟ لا تعرف، تعال لتعرف ما حدث. إيه؟ إيه؟ هذه البذرة التي زرعتها. كعبول، ماذا فعلت؟ أخبرني، هل استخدمت تلك المحاليل التي ما زالت تحت التجربة؟ نعم. لقد قمت بإنجاز عظيم، انظر رجال الصحافة هنا أيضا. إنه الرجل المخترع عبقرينو وأنا جارته رفيعة. أنا من زرع هذه الطماطم. وأنا الذي جعلته يزرعها. كم أنا متلهف على شرب عصيرها يا كعبول. أنا متلهف لاكتشاف مذاقها. حسنا، سوف أتسلق شجرة وأقطع حبة الطماطم. سوف أهزها ولا تمسك الحبة، فهم؟ إنه يطلب منك أن تحضر وعاء كبيرا لتقطف حبة الطماطم يا عبقرينو. ما هو حق كابول، هيا ساعدني، هيا. حاضر. لنتلقى في الطماطم هنا ونقدم عصير الطماطم الخاص لكل هؤلاء الناس. ترى ما طعمها؟ أنا متلهفة لتذوقها. يا مشاكس، ارمي حبة الطماطم بسرعة. إنني أبذل قصارى جهدي، لكن هذا الغصن يبدي مقاومة شديدة. لم أكن أعلم أنك بطيء هكذا. أكاد أموت من التعب. هذا فظيع. العصير مضر جدا. كما توقعت تماما، لقد وضعت فيه كمية كبيرة من السماد. أليس كذلك؟ كعبول، كيف تتعودن عما حدثني؟ عدت إلى نقطة الصفر ثانية يا كعبول. كعبول، هل أنت جاهز؟ طبعا جاهز يا عبقرينو. دافع جيدا، فهمت؟ ضربتي سريعة جدا. ها، لقد كنت مرشحا قويا للمشاركة في مباريات كأس العالم كما تعلم. كفاك غرورا واضرب الكرة بسرعة. هيا. هي كعبول، راقب جيدا هذه الركلة، راقب. خذ قدمي. هل تسمي هذا كرة قدم؟ ماذا؟ يا له من منظر مضحك جدا. احفظ لسانك يا مشاكس، لماذا لا تضربها انت؟ ها، لماذا؟ وهو كذلك، فهذا سهل جدا بالنسبة لي. يا الهي، احسنت يا مشاكس، احسنت يا مشاكس. حسنا، هكذا تركل الكرة، افهمت يا كعبول؟ أنت مثلي عندما كنت صغيرا. حسنا، كنت سأنافسك لو كنت أصغر بعدة سنين. نادين. هاي، مرحبا عبقرينو. نادين، ما الذي تفعلينه بهذه الثياب؟ حسنا، يريد هشام أن أقوم بتشجيعه. هشام؟ نعم، فلديه مباراة كرة قدم اليوم. مباراة كرة قدم؟ نعم، فهو يشارك في المباراة. يمكن أن نذهب الآن إلى اللقاء. هشام يشارك في المباراة، لماذا لا نذهب يا عبقرينو؟ هيا. يا نادين، هذا مسلم، سوف أذهب معهم. هيا اضرب، خذها، اريهم اللعبة. يبدو انه لاعب جيد. هيا.
انتهت المباراة. هشام، لقد خسروا على ما يبدو. كانت أمامك فرصة كبيرة هشام. كان يمكن أن تفوز لو لم ترتبك. هذا ما تفعله دائما يا هشام. أنا آسف. حسنا، هيا بنا إلى البيت. هشام، ها، حظا أوفر يا هشام. لا بأس، هذا يحدث مع الجميع. ابتهج هيا. صحيح يا هشام، هيا بنا إلى البيت. هيا هيا. سوف تنسى الهزيمة إذا تناولت شيئا لذيذا. وهذا رأيي أيضا. لقد كانت معنوياته سيئة منذ تلك المباراة. إنما أحسدك على شهيتك يا كعبول. لماذا أنا بالذات أشعر بالإحراج؟ أيها المغفل، إن نادين تعني أن هشام متضايق جدا لدرجة أنه لا يشعر برغبة في الأكل. فهمت هذا؟ فهمت. كان يقول إنه يود أن يكون لاعب كرة قدم ماهر. هل تستطيع أن تساعده في ذلك يا عبقرينو؟ بالطبع، اترك الموضوع لي، لا تقلقي بهذا الشأن أبدا. ما هذا؟ هذه آلة الركض، فالرياضيون يشتركون معا في شيء أساسي واحد وهو الركض. يجب أن تدرب ساقيك قبل كل شيء. حسنا، هيا عجل بالصعود عليها. أنا خائف يا عبقرينو. وأنا أيضا. حسنا، لا تخافا، ما عليكما إلا أن توفق خطواتكما مع الحزام. هيا، هل أنتما جاهزان؟ هذا مفاجئ جدا. أعتقد أنه من الأفضل أن نركض في الخارج. بكل تأكيد، أوافقك الرأي. هذا ما تعتقدانه، لكن هذه الآلة مجهزة بوظيفة خاصة. أية وظيفة؟ حسنا، هل نسرع قليلا؟ سأزيد من سرعتها. أشعر بالتعب، لماذا لا نأخذ استراحة؟ وأنا أيضا تعبان، دعنا نوقف هذا قليلا. عن ماذا تتحدثان؟ لقد بدأ تدريب منذ دقيقة واحدة فقط. إيه كعمول، يجب أن تكون قدوة لهشام، هل نسيت ذلك؟ حدك سرعتك يا هشام من فضلك. هيا هيا. حاضر. الآن لنسرع قليلا. هيا. حسنا، انتظر لحظة. انقض، هذا ما أحاول أن أفعله الآن. ماذا حدث لها؟ ضابط السرعة لا يعمل. تبا، لقد تعرف. تعتقد يجب أن أواصل الركض؟ لا أعرف، لا تسألني، لا أعرف. دعونا نرى إن كان بإمكان هذا الشريط أن يعلمنا كيف نكسر طوق دفاع الفريق الآخر. وهكذا كما ترون، هذه الآلة التي اخترعتها لكم وتسمى آلة الدفاع الذاتية الخارقة. لهذه الآلة جهاز حساس ينبه اللاعبين الدمى لاعتراض أي جسم متحرك، ولهذا تستطيعان بهذه الآلة أن تتدرب على اختراق منافسيكما بينما تركلان الكرة. تحذير واحد، ستصيبكما هذه الدمى عند الارتطام بها بصدمات كهربائية. مفهوم. حسنا، هيا نبدأ. هيا هيا يا هشام. نعم هيا. هيا بنا يا هشام. سوف أجرب بنفسي. حسنا يا هشام، هيا بنا. لقد نجحت. أحسنت يا هشام، أحسنت. والآن إلى الركلات. هذه الآلة تدفع كرة واحدة بعد الأخرى بسرعة مختلفة حتى تركلها داخل المرمى حسب توقيتك أنت. حسنا كابول، هل لديك مانع أن تكون حارس مرمى؟ بالطبع لا. هشام، أركل الكرة بقوة. هيا. حاضر. لن تستطيع تسديد هدف واحد. هل أنت مستعد يا كعبول؟ هشام، استرخي وراقب الكرة جيدا. جاهز. أحسنت يا هشام، أحسنت. أخذ الكرة يا كعبول. سهلة. هشام،
يجب أن تقدر حركة حارس المرمى التالية، كن منتبها. نعم فهمت يا عبقرينو. سجلت هدف. أحسنت يا هشام، هدف رائع. أعتقد أني تعلمت القواعد كلها يا عبقرينو. أنا سعيد بك، ستكون أفضل في المستقبل. نعم. ولا تنسى أنني ساعدتك أيضا، لقد قمت بعمل رائع كمساعد. مرحبا سيدة رفيعة. أهلا نادين، كيف حالك؟ ها كم تبدين جميلة بهذه الملابس، إلى أين أنت ذاهبة؟ إلى مباراة كرة القدم. كرة القدم؟ نعم هذا صحيح، هشام يلعب اليوم وكعبول حارس المرمى. وكعبول أيضا؟ والعبقري عبقرينو سيكون حكم المباراة اليوم. عبقرينو. حسنا، ما رأيك أن تأتي معي نشجعهم؟ لا بأس. حسنا دعيني أنهي أعمال البيت أولا ثم سألحق بك. حسنا سوف أنتظر هناك. يجب أن أظهر بمظهر رائع. لتأخري يا نادي، لقد كنت من المشجعات عندما كنت صغيرة. من الفائز حتى الآن؟ لا شيء للفريقين. حسنا هيا بنا نشجعهم. هيا 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 يا هشام اكمل اللعب، لم يبقى وقت طويل. لا تهتم باللعبة، هيا بسرعة. سوف اسجل هدفا. لقد فزنا، لقد فزنا يا هشام. انتهت المباراة. ممتاز ممتاز يا هشام. أعتقد أننا نستحق شيئا لذيذ. راوند ثانية للأكل. لقد تحطمت سفينتنا في عاصفة رعدية ونحن في طريقنا إلى الجنوب، وقد ابتلعت الرياح والأمواج الهائجة سفينتنا وقذفتها بعيدا كورقة شجرة جافة. لقد انحرفت السفينة عن مسارها. انتظرت الطارية. لا سوف نرتطم بها. لم تتمكن السفينة من تجنب ذلك، فارتطمت في ثوان بالصخرة محدثة دويا هائلا وانشطرت إلى نصفين وغرقت. تمسكت بقطعة خشبية عائمة من السفينة، لكن سرعان ما فقدت الوعي. ولحسن الحظ قذفتني الأمواج إلى شاطئ جزيرة، لكن عندما أفقت وجدت أن ذراعي ورجلي وحتى شعري كلها متبتة في الأرض. ولدهشتي الكبيرة كان هناك المئات من الأشخاص لا يتعدى طولهم 15 سنتيمترا مجتمعين حولي يتكلمون بلغة مضحكة. وعندما حاولت أن أتحرك أطلقوا سهامهم علي في الحال، وغرس بعض الجنود الموجودين سهامهم في ملابس الجلدية. وفكرت أنه يستحسن أن أبقى هادئا وأدعهم يفعلون ما يشاءون. لقد أصابتني الحيرة، لأنهم عندها بدأوا بفك شعري. ماذا تفعل؟ أنت تراقب التلفزيون طوال النهار يا كعبول، وبغض النظر عما كنت تشاهده فإن برامج التلفزيون الحالية ليست تربوية ما عدا تلك التي نشارك فيها. أريد أن تساعدني في اختراعاتي إن كان لديك الوقت الكافي. أنا آسف، فقد سئمت المساهمة في هذه الخردة عديمة الفائدة. ها أفهمتني يا كابول. أرجو أن يمكنك تصميمك عن الاستغناء عن عشاء الليلة، أيمكنك هذا؟ الاستغناء؟ يجب أن تكسر خبزك بعراقك يا كابول. الاستغناء عن العمل يعني الاستغناء عن الخبز. انتظر انتظر يا عبقرينو. يصعب الاستغناء عن وجبة العشاء، لا بأس، ليس بيدي حيلة. أنا مرهق، أنا تعب جدا. سوف أذهب وأخذ غفوة تحت هذه الشجرة.
أنا نعسان جدا وجائع أيضا. كنت أحلم، كان يبدو لذيذا. ماذا حدث لما خالدي؟ من الذي يحدث هنا؟ أنا مثبت مثل جينيفر الذي رأيته في التلفزيون. ماذا حدث لي؟ ماذا تريد؟ أريد المزيد. أشعر بالنعاس. لا تقل لي إنك وضعت منوما في طعامي. كلب عملاق إلى هنا يا سيدي، وهو بين يديك. هذا كابول بأكبر وجهه. هذا عبقرين وسيد رفيع ونادين وهشام. هي انتبه لكلامك أنت. لا بأس رئيسة الشفات، مع أنه ضخم جدا ولكن يبدو أنه كلب مسلم. أبي إنه لطيف جدا، أريد الاحتفاظ به. ما رأيك يا عزيزتي؟ يبدو من كبر حجمه أنه شره ونهم جدا. نعم، فوجبة واحدة لهذا الكلب تكلفنا أكثر من 20 عربة من اللحم و10 عربات من الفاكهة. أخشى أنه لن يبقى لنا الكثير عندها. ماذا سنفعل حينئذ؟ نعم، ماذا؟ سوف نخوض حربا بعد قليل مع الأعداء. إذن سيكون هذا الكلب الضخم ذا فائدة كبيرة لنا. هل هذا ما تعنيه؟ يبدو أنه سيكون سلاحا مؤثرا بالفعل بالنسبة لنا. حسنا، إذا نبنو له بيتا في هذه الساحة. ماذا أفعل هنا؟ ترى من هذا؟ سوف أتظاهر بالنوم. يبدو أنه نائم. ماذا تريدين مني في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ بخصوص هذا الكلب بالطبع. نعم؟ لا أريد هذا الكلب هنا. فهمت، أعتقد أننا نبدد مواردنا بالاحتفاظ بكلب كسول هنا. ألا تستطيع أن تفعل شيئا؟ أول فكرة أن نضع حبوبا منومة في طعامي حتى نستطيع أن نلقي به البحر. أنا أقدرك كثيرا يا رئيس التشريفات، هذه فكرة رائعة، أرجو أن تنفذ الخطة. أمرك يا سيدتي. أنت تمزح. حسنا كعبول، سوف نقدم لك وجبة شهية اليوم. كم هو شهي، لكن لن يخدعني ذلك أبدا. انظر إلى كل هذا، وهناك المزيد. ألا تريد أن تأكله؟ تريد أن تشرب؟ إذن حسنا، أحضروا له الحليب. هيا فأنت تشرب الحليب، أليس كذلك؟ يبدو لذيذا. نلت جزاك. كما تشاء، فلا يهمنا إن مت جوعا. أنا جائع جدا، أريد شيئا للأكل، ولكن لو أكلت شيئا من ذلك الطعام سيرمون بي في البحر. عظمة عظمة، لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك. كانت تلك أعمدة،
لقد تحطمت القلعة. أنا في ورطة الآن، سوف ينتقمون مني إذا اكتشفوا ذلك. القلعة! القلعة! سيدي عليك الآن تكلم. ماذا يحدث؟ إنه يحفر حفرا عميقة تحت الأرض ويقوض أساسات القلعة. يا سيدي ماذا؟ إن ذلك الكلب التعس قد تحول إلى شيطان حقيقي. وقعت في الفخ. هذا ليس الوقت الملائم لهذا الكلام. لن أحفر حفرا بعد الآن. أرجوك أرجوك. كفى، أنت فعلت ذلك وستنال جزاءك. ماذا بك أيها الآمر؟ غزاة خادمون لمهاجمتنا؟ أعلنوا حالة طوارئ. كابول، انتحرتهم، سوف ارجع عنك. ما رأيك؟ مرة بالسجن ومرة إفراج، ماذا تريد مني؟ أعتمد عليك يا كابول. حسنا، اندغ الأمر منك. إلهي ما هذا؟ وحشنا وحشنا. أنا كابول ولست وحشا. حسنا، هذا وحش. ابتعد عني. أنا آسف بالفعل، سأطلب من السيد أن ينقذ حياتكم. استدعوا قائد، استدعوا قائد. لقد تحولت إلى قزم هذه المرة. كعبول، لقد نعلم أنك في صفهم. حان الوقت كي يؤدبك يا كعبول. خذ. هاي مشاكس، هل سيخذ ذلك الأبله الآن؟ ماذا؟ إني أستسلم يا مشاكس. استيقظ يا كعبول، أعتقد أنك لم تستيقظ بعد. يا لك من كلب كسول، لن تتناول وجبة العشاء. أخ، لو كنت أعرف أنه حلم لأكلت كل ذلك الطعام. أغلق فمك. ما هذا؟ كعبول، ما العمل؟ ما العمل؟ إن ذلك مزعج بالفعل. ما زال بحاجة للتجربة، ولكن سأجربه عليه. حسنا، لقد انتهيت الآن. بقيت مستيقظا طوال الليل بسبب صوت ذلك الحيوان. أنا الآن شبعان تمام. هل تعني إنك لا يحق لك أن تأكل حصتي من الطعام يا كعبول. أين هو؟ ما هذا؟ إنه ينام ثانية. هاي، استيقظ. أتعرف كم الساعة الآن؟ عندما تتمدد معدتك ترتخج فولك. لا تفكر إلا في الأكل. الطعام ليس كل شيء في الحياة. كل وقت الأكل واعمل وقت العمل ونم وقت النوم.
لا أستطيع احتمال ذلك. لقد سئمت من تذمر هذا الرجل. سوف أخرج من هنا. أنا أنام عندما أشعر بالنغاس وأكل عندما أجوع. هذا كل ما في الأمر. اسمح افعل ما شئت، فقد سئمت قذارتك وإهمالك. هيا اتركني وشأني. إنه إحساس رائع بالحرية. سوف أقوم برحلة. من أين من أين؟ حسنا من هنا. فكرة رائعة. سوف أحمل بيتي على ظهري. أنا لم أكن أنوي أن أنام أبدا. ضيف ثقيل جدا. لماذا لا توقف سيارة وتركبها يا كعبون؟ وأين نذهب؟ دعنا لا نفكر في وجهتنا. المفروض أننا متجولون. حسنا اركبا هيا. شكرا. لست بحاجة لذلك الآن. ها صحيح، هذا يحدث للجميع. إذا كنتما قططا أو كلابا أفهم شعوركما. عفوا، ولكن إلى أين تتجه؟ إلى البلدة المجاورة حيث توجد شركة عو عو ميو. هل تريدان أن تريا فيلم الدعاية؟ جربوا أطعمة عو عو ميو لحيواناتكم الحبيبة. بدأت أحس بالجوع. يبدو لذيذا. نعم هذا صحيح. لماذا لا تظهران في دعايتنا؟ نحن نظهر في دعاية. سأفعل أي شيء لأحصل على الطعام. حسنا اتفقنا. حسنا حسنا سوف نصور الآن. حظا سعيدا. لا نقطع أبدا. ليس هذا ما أريده. أريد منكما أن تأكل الآن. لا نأكل. والآن أريد أن يظهر عليكما وكأنكم تناولتم طعاما لذيذا. نعم نعم. ابدأ. لا أصدق ما أرى. طعام لذيذ بالفعل. جدا. نعم نعم. ألا تستطيعان أن تقوم بذلك بشكل أكثر تهذيبا؟ أعتقد أنني حضرت كمية كبيرة. لو كان هنا لما اكتفى حتى بهذه الكمية. ترى أين يتجول الآن؟ أين ذهب؟ أكاد أموت. هيا. كلا لا يمكن أن يحدث له هذا. جهزان. كلا ليس هذا ما أريده. أعد المشهد. حسنا حسنا حسنا. لا أعد المشهد. أستطيع أن أكل المزيد. يا إلهي، أقطع يكفي لهذا اليوم. اسمعا، لقد سببتما لنا خسارة كبيرة من الطعام وستدفعان ثمنه. أوه القرينو، هل أنت خارج؟ كنا نتحدث عن كعبون، لابد أنك تفقده كثيرا. أفتقده؟ مستحيل، لقد تركني في سلام. سوف أذهب للصيد. حسنا إلى اللقاء. هل سيذهب إلى الصيد بدون أدوات الصيد؟ إنه يتظاهر فقط، لابد أنه ذاهب ليبحث عن كعبول. أعرف ذلك. دعينا نتصل بالشرطة ونطلب مساعدتهم. هذه الفرقة التي وصلتنا من الصين. راقبوها جيدا وانظروا إليها. هيا. من سيأكل هذا؟ هذا كثير. لا
بعد أن ينتهي من الأكل سوف يقوم بالشقلبات الجميلة. هيا بسرعة، هيا هيا. لا أريد الفوجة علي. أرجو من استمتع بهذا العرض أن يضع النقود في هذه القبعة. أريد أن أخرج من هنا حالا. هذا ليس عمل قط. أليس هذا كوخ كعبول؟ إنه هو، لابد أن شيئا حدث له. سيدي عملنا الكثير من أجلك. اسكت، ما زال أمامكما عمل كثير. لقد سئمنا من تبديل هذا الدور. افتح. أليس لك عينان أيها المغفل؟ عن ماذا تتحدث أيها المتشرد الغبي؟ ماذا تقول؟ أعد ما قلته وسوف أريك أيها الغبي. يا لك من رجل وقح، هيا أبعد يديك عني. هذا عبقري يا مشاكس، يجب أن نساعده. يجب أن تساعده. اتركاني، ابتعدا. أنتما؟ اطمئن يا صديقي عبقرينو، سوف تكون بخير. ماذا تقصد بأنني سأكون بخير؟ أنت كلب ولست مهرجا، تتسكع في الشوارع بعيدا عن البيت. ألا تدرك كم خلقت عليك؟ تعال ولا كف عن هذا الشجار. أوقفوه. كعبول، كعبول، أمسك بهذه قليلا يا كعبول. لا أستطيع أن أحتمل هذه الضجة الكبيرة، لقد سئمت تجارب عبقرين المجنونة، ليتني لم أعد إلى هذا البيت. هاي كعبول، لا تنسى هذه في طريقك للخروج، وهذه أيضا. عبقرين. أما أنا فسأبقى هنا. لم أقصد ما قلت، آسف يا عبقرين، آسف. إنه يحب هذا المكان أكثر من غيره، صحيح؟ ليست هناك مشاكل في هذا العام، شيء ممل بالفعل. ما العمل؟ هاي كارول، استيقظت الآن كعبول. كنت غارقا في حلم جميل. ألا تحكي لي عنه؟ سحابة بيضاء تسبح في السماء الصافية وأنا مستلق على كرسي جميل. هل كنت نائما في الحلم أيضا كعادتك دائما يا كعبول؟ كلا، كنت أفكر في أمور مختلفة. حسنا يا كعبول، أعتقد أننا بحاجة لبعض التوتر في الحياة، فقد اعتدنا العيش بسلام كثيرا، اذا لم نفعل شيئا سوف تتخدر ليس اجسادنا فقط وعقولنا ايضا. وما العمل؟ نحن بحاجة الان الى النوم. النوم. هل اخطأت؟ نحن بحاجة الى الهواء النقي، ونحتاج نمطا جديدا من الحياة. نحن نتنفس الهواء القديم وننظر الى نفس المناظر القديمة.
ألا تشعر بالملل؟ إن ذلك ممل بالفعل. الملل أسوأ شيء في الحياة. نعم تعالوا يا أولاد ويا بنات، دعونا نخرج من البلدة ونبدأ بداية جديدة. هيا بنا، هيا يا كارول، هيا إلى الحياة. لماذا يصيح هكذا؟ سوف أستمتع بإتمام حلم السابق. الحياة، هذه هي الحياة. كارول انظر إلى بيت الصيفي، هل يعجبك؟ هذا ما كنت أبحث عنه طوال حياتي، كان حلما بالنسبة لي. هل أستطيع الدخول؟ كلا، هذا يخصني وحدي. لماذا لا تعود إلى غرفتك؟ هيا عد. أنت أناني جدا، هذا ليس عدلا. سوف أبني لي بيتا صيفيا خاصا. حقا؟ إذا أسرع فلتبدأ بالعمل. هيا هيا كارول. سوف أبني بيتي الخاص، الخاص بي. نعم، ولست بحاجة لمساعدتك. حسنا، على كل حال يبدو لي أنه ما زال نصف نائم، لا بأس. هيا بنا يا صديقي، نحن ذاهبان إلى عالم جديد هربا من الملل. هيا. وما الداعي لكل هذا الحماس؟ هل أنت جاهز كارول؟ ماذا تعني بجاهز؟ ما علي إلا أن أخذ هذا البيت معي. وماذا عنك أنت يا عبقرينو؟ ها؟ أنا جاهز بالطبع، فقد انتهيت من عمل بيتي الفوري الآن. هل أستطيع أن أراه؟ ها؟ يبدو أنك لا تثق في مهارة الحرفي. ها؟ حسنا، انظر. رائع، أليس كذلك يا كابول؟ لكنه يتطلب جهدا لطيه من جديد. كابول اطوي البال الآخر. حاضر. تمسك جيدا. حاضر. أخيرا طوينا. لقد حل المساء. حسنا، هيا بنا الآن. إلى أين سنذهب الآن في هذا الوقت؟ لا يهمة، نغادر كابول. أنا ذاهب على أي حال. لا أصدق هذا. أنا آسف كابول، هل تستطيع؟ على خير. أكثر كم الساعة الآن؟ صباح الخير يا عبقرينو. جئت يا كارول؟ هل ما زلت تعمل به؟ وما الخطأ في ذلك؟ أخبرني. ها؟ لا شيء. كارول، ما الذي تفعله الآن؟ ها؟ أنا آسف، لكن أعتقد أنني سأسبقك، لا أريد أن أضيع الوقت أكثر من ذلك. لا بأس، كما تريد. نعم سأفعل. هذا يعني أنه لا علاقة لك بهذا البيت الصيفي أبدا يا كارول، أبدا، انصرف. تغني أيضا، يا لك من غادر. لماذا أفعل شيئا كهذا دائما؟ لا بأس يا أبو شاكس، لكن إن ساعدتني الآن سأسمح لك باستخدام هذا البيت كما تشاء. صحيح، اتفقنا؟ إذا هيا بنا. ها؟ هيا ننطلق. هيا بنا. ترى متى أستطيع مغادرة هذا المكان؟ حسنا، أصبح الزر محصنا ضد الحوادث الآن. أعرف أنني تخلفت عن كارول كثيرا، لكنني جاهز الآن لاستقبال الحياة الجديدة يا مشاهدس. ها؟ أنا مدين لك بهذا. يا له من منظر رائع، أستطيع أن أحيا حياة مثالية هنا. حسنا، نضغط الزر. تستطيع أن تأخذ غرفة في هذا البيت كما وعدته. يعطي مشاكس غرفة. بيتي وذلك البيت، لنرى أيهما أفضل.
كم أحسد مشاكس. هذه غرفتي صحيح. أنا آسف بالفعل يا مشاكس، الحمد لله أنك لم تموت. أنا متأكد أنه لن يحدث شيء في المرة القادمة. لا أريد أي شيء، لا أريد أي غرفة، لا أريد. أنت متضايق أليس كذلك؟ لا لا لا، ولكن أرجوك دعني وشأني، أرجوك. أشعر براحة أكبر في الخارج. أهلا يا مشاكس، هل حصلت على غرفة خاصة بك؟ ها؟ هل تريد أن تبادلني الغرفة ببيتك؟ نعم. ولكن هل سيوافق عبقرينو؟ سأذهب معك لنسأله إن أراد. عبول، لن أسمح له أبدا. أتوسل إليك يا عبقرينو، إنه نادم تركك ومضى. صحيح يا كعبول؟ إنني أحترمك جدا يا عبقرينو، هذا البيت رائع، أنت عبقري بالفعل، ولن يستطيع أحد أن يخترع مثل هذه الاختراعات الرائعة. هل تعني ذلك بالفعل؟ كل شيء هنا يتمتع بالذوق الرفيع، كما أنه يبدو بيتا مريحا للسكن. عمول، أنا معجب بروحك الرياضية. شكرا. إنني بمحض إرادتي واختياري عفوت عنك. الآن دعني أستخدم بيتك. لكن هذا الحمام أليس كذلك؟ الحقيقة الغرفة يعني. عبقرينو، يبدو أنها ستمطر. لا تقلق، لا تشغل بالك. أنا جاهز كذلك. رائع رائع، لم أعد خائفا الآن، كأننا في طراد مائي. يا له من منظر جميل. لننتظر هنا حتى يتوقف المطر. ارم المرسال. لقد توقف المطر. نعم والمياه.